السلام عليكم، معكم بيان عياد. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح اللكتشر الأولى من مادة الفيرولوجي. اعتمدت على سلايداتنا وعلى النوتات تبون الدكتور، بس بعتذر منكم ما لحقت أسمع ريكورداتكم أو أشوف الشيتات. لذلك حيكون اعتمادي على الشيتات تبونا، وإن شاء الله إنه ما حيكون في فرق كبير بيناتهم. حنذكر بعض أسئلة السنوات اللي مرقت خلال شرح، مشان تشوفوا شو الدكتور ركز بالضبط وتركزوا على نفس المواضيع. بالبداية بدنا نعرف ان الفيروسات بيعملوا لنا انفكشن ل يعني معظم انواع الكائنات الحية. they can infect humans، وبالهيومنز طبعا في اكثر من طريقة انهم يعملوا لنا انفكشن. ممكن ينتقلونا فيكال اورال روت، يعمل انفكشن مثلا بالجي اي، يعمل لنا gastroenteritis او دياريا بشكل عام. دياريا ديزيز او acute دياريا ديزيز هم بيعتبروا the most common cause of acute دياريا ديزيز. ممكن يعملوا لنا انفكشن للريسبيراتوري سيستم، وبالتالي ينتقلوا لنا عن طريق الريسبيراتوري دروبلتس، ويعملوا لنا برضه ريسبيراتوري انفكشن. برضه بيعتبروا من اهم الاسباب تبعون الريسبيراتوري انفكشن، وبرضه يمكن مور امبورتنت ذان بكتيريا. برضه ممكن ينتقلوا لنا بارنترالي عن طريق مثلا الابر وهي الشغلات بين الدراج يوزرز، ويعملوا لنا انفكشن تنتقل عن طريق الدم مثلا مثل الهيباتايتس. ممكن ينتقلوا لنا سكشوالي، ممكن ينتقلوا كمان فيرتيكالي من الام للطفل. برضه الفيروسات بيعملوا انفكشن للانيمالز، بيعملوا انفكشن للبلانتس. برضه الفيروسات عندهم الابيليتي تو انفكت بكتيريا، بهالحاله بنسميهم بكتيريا فيروس. مثل البكتيريا فيج، حنحكي عنها ان شاء الله لشوي قدام. هلا لازم نحط ببالنا مصطلح الزونوتيك انفكشن، وهم عباره عن الانفكشنز اللي بينتقلوا لنا عن طريق الحيوانات. يعني الفيروس بالاول بده يعمل انفكشن لحيوان، ثم احنا مثلا نتغذى على هذا الحيوان او نعطيك تشتي دايركت كونتاكت معه، بينتقل لنا الانفكشن. هلا هذا اجى عليه سؤال امتحان كان شو تعريف الزونوتيك انفكشن، عباره عن انفكشنز ذات ار ترانسميتد تو هيومن عن طريق الانيمالز. introduction to virology. بالنسبة للفيروسات يعتبروا obligate intracellular parasite. شو يعني obligate intracellular parasite؟ يعني إن هدول الفيروسات ما فيهم يعيشوا لحالهم، ما فيهم يتكاثروا خارج خلية حية، فإنه they require a viable cell عشان يقدروا يعيشوا جواها، عشان يقدروا يتكاثروا يكونوا البروتينز تبعهم ويقدروا يتغذوا وكل هالقصص. يعني برا هاي الخلية ما فيهم يعيشوا ولا يتكاثروا. بالنسبة للكومبوزيشن تبع هاي الفيروسات، فهي مكونة من شغلتين أساسيات. أول شيء عندنا الجينيتيك ماتيريال اللي بتكون بالوسط، وهي عبارة عن either DNA أو RNA. بس لازم نعرف إنه أبدا مستحيل تلاقوا DNA أو RNA بنفس الفيروس، يعني اثنيناتهم. وثم محاطة ببروتين أو بنسميه الكابسيد اللي بيكون بيحيط لنا هاي الجينيتيك ماتيريال من برا، عشان طبعا حنشوف وظائفه ليش بس بالضبط، عشان يحميها وعشان يمنع مثلا الليكج تبعها فيروس. هلا الفيروسات حجمهم كثير كثير صغير، اصغر من البكتيريا، اصغر من الهيلمنتس، عشان هيك ما بنقدر نشوفهم الا عن طريق الالكترون مايكروسكوب. وي كانوت بي سين باي لايت مايكروسكوب، اكيد باي نيكد اي مستحيل. بالنسبه لحجمهم فبيتراوح بين 20 الى 450 نانو متر. اوكي، لازم نعرف انه شكل الفيروس، الحجم تبع الفيروس، الستركتشر تبع الفيروس، شو الجينيتيك ماتيريال اللي فيه. كل هاي الاشياء بتهمنا عشان نصنف الفيروسات، وحنحكي عنها ليتر اون ان شاء الله. هلا مثل ما حكينا انه الستركتشر الاساسي او الكور تبع الفيروس عباره عن نيوكليك اسيد، اذا دي ان اي او ار ان اي، محاطه ببروتين كوت، وهذا البروتين كوت بنسميه كابسيد، هاي طبعا غلط، كابسيد. وكود سراوندد باي انفلوب، عباره عن لايبوبروتين وعليه سبايكس، او ممكن ما ينحط في انفلوب. زين الستركتشر الاساسي او الكور هو نيوكليك اسيد، ثم البروتين كابسيد بحيطه. حكينا السايز تبعهم ما بين 20 ل 450 نانو متر. مره ثانيه بنعيد بعض المفاهيم اللي حكينا عنها. اول شغله الفيروسز ار فلتربل ايجنت، يعني they cannot be filtered. الفيروسز ار obligate intracellular parasite، حكينا انه ما بيقدروا يعيشوا برا الخليه الحيه، هاي معناها obligate intracellular parasite، بيتطلبوا العيش او عشان يقدروا يتكاثروا ويعيشوا كله وياكلوا فايروس كلها لازم يكونوا عايشين داخل خلية حية. طب شو أهمية إنهم أبليجيت إنتراسيلولر، أو ليش هم أبليجيت إنتراسيلولر؟ لسببين. السبب الأول إنهم ما عندهم إنزيمز، ما عندهم كثير بروتينات، بحيث إنهم عشان يعملوا ريبليكيشن بيحتاجوا الإنزيمات اللي رح تشتغل على عمليات الريبليكيشن، و they get it from the cells اللي بيعملوا لها infection.
بالنسبة للدي ان اي فيروس تعتبر مور اوبليجيت انترسيلولار ذان ار ان اي فيروس. ليش؟ لانه دي ان اي ان جنرال ريبليكيشن تبعها بيكون داخل النيوكليوس تبعت الخلية، وبيتطلبوا الانزيمز اللي بتشتغل على عملية الترانسكريبشن ترانزليشن او الجين اكسبريشن تبعت الخلية بالحالة الطبيعية، تبع الجينوم تبع الخلية بالحالة الطبيعية. فمن خلال هاي الانزيمات بيقدروا يعملوا ريبليكيشن، بينما الار ان اي فيروس يوجوالي بيعملوا ريبليكيشن بالسيتوبلازم، بيكون عندهم كميه قليله من الانزيمات اللي فيهم يعتمدوا عليها، فهم يعني less obligate intracellular parasite من الدي ان اي. الشغله الثانيه انه ابدا ما فيهم هذول الفيروسات انهم يصنعوا انرجي او انهم يكونوا بروتين without a host cell، وهذا السبب اللي بيخليهم obligate intracellular، لانه عمليه الجين اكسبريشن عمليه تكوين الانرجي والغذاء وهالاشياء ياخذوها من الخليه نفسها وبياخذوها من الانزيمات. وبرضه هذا كان سؤال من ضمن اسئله الامتحان، الدكتور حكى انه not a viral property can make energy independent of the host cell، وهي ايش مالها؟ cannot make energy independent، ما فيها تصنع energy بدون الخليه العائله الها. هلا حكينا ايذر الجينوم تبعها ار ان اي او دي ان اي، بس ابدا ما بيكونوا اثنيناتهم، وكود بي طبعا single stranded او double stranded، كود بي segmented non segmented linear او circular، كله حنشوفه بعدين. هلا حكينا الكور ستراكشر تبعها عباره عن الدي ان اي او الار ان اي اللي هو النيوكليك اسيد محاطه بكابسيد، واذا كان فقط عباره عن نيوكليك اسيد زائد بروتين كود او كابسيد بنسميهم نيكد كاب نيكد فيروسز او نيكد كابسيد. في بعض الانواع بتكون لا محاطه كمان بطبقه من اللايبوبروتين وبنسميها الانفلوب، والانفلوب بيكون برضه عليه سبايكس او بنسميهم جلايكوبروتين عاملين اتاشمنت عليهم. اهميه هدول السبايكس او الجلايكوبروتين شغلتين، الشغله الاولى انهم بيعتبروا ذا موست انتيجينيك او ذا موست اميونوجينيك بارت. الانتيجين او الاميونوجين هو عباره عن ستركتشر بيكون موجود على الفيروس او على المايكرو اورجانيزم بشكل عام، مش بالضروره طبعا يكون هو عباره عن بروتين، بيكون اي شيء، بس الفكره فيه انه الاميون سيستم بيقدر من خلاله يتعرف على هذا الفيروس ويعرف انه في عندي فيروس كون ريسبونس لهذا الفيروس. اذا الاميونوجينيك بارت او الانتيجينيك بارت هو البارت الموجود هو الستركتشر او البارت اللي بيكون ضمن الفيروس واللي من خلاله الاميون سيستم بيتعرف على الفيروس وبيكون ريسبونس ضده. هاي الريسبونس قد بي اكيد يعني السيلولر انه يجيب لنا مثلا تي سيل تهاجمه، او ممكن من خلال تحفيز تكوين الانتي بودي. الانتي بودي هو اللي بيجي بيرتبطوا مع الانتيجين وبيعملوا نيوتراليزيشن، و تاخذوهم بتفصيل بالكتشرات الجاي ان شاء الله. هلا هدول الفيروس بيعتبروا انهم ما عندهم الجينيتال او الجينيتيك كابابيلتي تو مالتيبلاي باي ديفيجن، يعني مش انهم بينقسموا، مش بيجي الفيروس بقسم واحد اثنين ثلاثه، لا هم اللي بفوتوا على الخليه رح يتحللوا بيعطونا الجينوم، الجينوم بصيروا جين اكسبريشن جين اكسبريشن اكيد هي الترانسكريبشن ترانزليشن، بيعطينا اكثر من جينوم، ثم كل جينوم باجي بعد هيك بعمل له كوتنج بكابسيد وبطلعه من هاي الخليه اللي دخل عليها. فهم عمليه التكاثر عليها مش عن طريق الديفيجن. حكينا بما انهم obligate intracellular parasites so they do not live او يعني not living entities، يعني مش يعيشوا بحد ذاتهم، لا بيحتاجوا الانترا او السيل host عشان يقدروا يعيشوا فيها ويتكاثروا ويحصلوا على الانرجي والغذاء. هلا بروبرتيز عامه للفيروسز مقارنه مع السيلز، حكينا بوث اوف ذيم ممكن يكونوا دي ان اي او ار ان اي. بالنسبه للبروتين كونتنت فالفيروسز فيو، وهاي الفيو جايه من وين؟ ليش مش نون؟ لانه دي ان اي ما عندها، بس الار ان اي حكينا بعض يعني عندها شويه انزيمات عشان هيك اعتبرناها فيو مش نون. اكيد السيل عندها كثير. اللايبوبروتين ممبرين اكيد كل خليه سواء هيومن سيل او بلانت سيل محاطه بالسيل ممبرين عباره عن ليبيد باي لاير، وفي بيناتهم امبيدد بروتين. بالنسبه للفيروسز فقط الانفلوب فيروسز بيكون عندهم اللايبوبروتين، بينما النيكد فيروس ما عندهم اللايبوبروتين. بالنسبه للانفلوب او سوري الانفلوب من وين بياخذوا الفيروس؟ هلا ان جنرال الفيروس بياخذ الانفلوب وهو طالع من الخليه، اوكي بياخذ جزء من السيل ممبرين تبع الخليه وبكون الانفلوب تبعه. هذا ان جنرال، حنحكي عن تو اكسبشنز ليتر ان شاء الله. بالنسبه للرايبوسومز والميتوكوندريا، فبدنا نعرف انهم اثنيناتهم ابسنس ان ذا فيروس، وهذا الشيء اللي خلاه ابليجيت انترسيلولر ما بيقدر يكون بروتين لحاله او يعمل ريبليكيشن لحاله، لانه ما عنده هدول الستركتشرز او الاورجانيز، بينما السيلز اكيد عندها اياهم. بالنسبه للانزيمز حكينا نون، بالنسبه للدي ان اي شويه، بالار ان اي اكيد عندنا كثير بالسيلز، والمالتيبليكيشن باي باينري فيجن او باي ديفيجن حكينا. بالنسبه للفيروسز لا، بالنسبه للسيلز يس ات كان.
الفيرال بروبيرتي لا. اوكي هون بيعطينا توضيح لاحجام الفيروسات، بدنا نعرف انه البكتيريا اكيد اكبرهم حجما، ثم لو هون اعطتنا الكلاميديا اللي هي الفنجس برضه حجمها اكبر من حجم الفيروسز، الفيروس صار في تدرج باحجامهم، يمكن يكون اكبرهم البوكس، ثم في عندنا احجام اصغر واصغر واصغر، وحكينا الحجم تبعهم من 20 الى 450 نانومتر، وهذا اللي بيخليهم فقط مرئيين عن طريق الالكترون مايكروسكوب، ما بقدر اشوفهم عن طريق اللايت مايكروسكوب مثل ما هاي الصوره بتوضح لنا. بالنسبه للفيروس في مصطلح ثاني بيعبر عنهم واللي هو الفيريون. هلا الفيروس هو نفس الفيريون، بس انه الفيريون يعني فلسفه زياده، انه هو عباره عن فول ماتشور فيروس. اوكي بالنسبه للاستركتشر حكيناها، هو عباره عن جينوم دي ان اي او ار ان اي محاط بكابسيد، هو عباره عن بروتين وبنسميها نيوكليو كابسيد او نيكد فيروس، ثم بعض الانواع ممكن تحتوي على الانفلوب، والانفلوب هو عباره عن لايبوبروتين، حكينا ان جنرال بتاخده الفيروس وهي طالعه من الخليه، بتاخذ جزء من الممبرين تبع الخليه وبتحيط حالها بانفلوب، وهذا الانفلوب حكينا بيكون عليها الانفلوب سبايكس او جلايكوبروتين. اوكي هذا شكل الفيروس مثل ما شايفين، في عندنا الجينيتيك ماتيريال محاطه بكابسيد اللي هو بروتين، ثم محاطه بانفلوب جلايكوبروتين، وعلى هذا الانفلوب بيكون جلايكوبروتين او سميناهم سبايكس، حكينا لهم تو فانكشنز، الاولى انهم بيعطوا ذا موست اميونوجينيك بارت، الشغله الثانيه انهم بيساعدونا بعمليه الاتاشمنت او الدخول للخليه. اوكي ستركتشر تبعه مره ثانيه، في عندنا نيوكليك اسيد الكور محاطه بكابسد، هذا الكور ستركتشر موجوده بكل الانواع سميناها نيوكليك كابسد او نيكد فيروس، ثم اذا احيط بالانفلوب بروتين بصير اسمه انفلوب فيروس، وهذا الانفلوب بيكون طبعا لايب بروتين وعليه سبايكس اللي حكينا عن الفانكشنز تبعونهم. مره ثانيه كاركترستكس تبعونهم ابليجيت انترسيلولر اكستريم جينيتيك سمبليسيتي. هلا بالنسبه للجينوم، لو بنيجي نحكي عن الجينوم تبع الخلايا الحيه او تبع الهيومنز، احنا عارفين انه الدي ان اي او الار ان اي تعتبر يعني بيسك يونت، واصلا هي مش مكونه من نيوكليوتايد مرتبطين مع بعضهم البعض، الار ان اي بيكون سنجل نيوكليوتايد عاملين هيك صف وبعدين لافين على بعضهم، دي ان اي لا اثنين او صفين بيكونوا رابطين مع بعضهم واعطونا دي ان اي. دي ان اي هذا او الار ان اي مش كافي انه يكون موجود هيك لانه حجمه وطوله كثير طويل، فبالتالي لازم يصير عليه باكجينج، باكجينج انه هيك اتنيه على بعضه بحيث انه اكون فولج ومش عارف شو، بالنهايه هاي الثنايا بتعطيني كروماتيد، اثنين كروماتيد بيعطونا كروموسوم، كروموسوم اثنين بيعطينا الازواج الكروموسومات اللي بيكونوا بالهيومن، في عندنا 16 كروموسوم سوري 46 كروموسوم او 23 زوج، وهم بيكونوا لنا الجينوم تبع الهيومن او بالبلانت تقريبا نفس الفكره، بس هون هم فقط دي ان اي وار ان اي، لا معمول لهم باكجينج ولا عاملين كروموسومز ولا عاملين كروماتيد ولا كل هاي القصص. بالنسبه للفيروسز وعمليه الريبليكيشن تبعهم، حكينا ما بينقسموا عن طريق الديفيجن ولا عن طريق الباينري فيجن، حكينا انهم لهم طريقه اخرى للانقسام، حكيت شوي عنها، انهم هاي الفيروسات عمليه الانقسام تبعهم تعتمد على الديس اسامبلي وري اسامبلي، بنسمي الانقسام ب 1 ستيب جروب. فكره الديس اسامبلي والري اسامبلي ببساطه هو انه هذا الفيروس مجرد ما يجي يقرب من الخليه يخترق الممبرين تبعها، اذا كان انفلوب فالانفلوب تبعه بيندمج مع السيل ممبرين، واذا كان مش انفلوب خلص بيكون بفوت كلياته. هلا دخل على السيتوبلازم او دخل على النيوكليوس حسب وين ما كان الريبليكيشن تبعته، حيفوت عندنا الكابسيد والفيروس، الكابسيد اكيد بيتحلل بيعطينا النيوكلي ماتيريال اللي جواته النيوكليك اسيد او الجينوم، ثم هذا الجينوم شو ماله؟ بصير في عليه عمليات الجين اكسبريشن لحتى اكون اكثر من نسخه منه، ثم هاي النسخ بعد هيك باجي بجمعها كلياتها بكون حواليها كابسيد، هدول الكابسيد اذا انه بحللوا الخليه، اذا طبعا لما بزيد بدهم كثير، اذا كان هو نيكد يعني عباره عن نيوكليو كابسيد فبده يحلل الخليه اللي بيطلع من خلالها، او اذا كان انفولب لا بيعبر السيل ممبرين بياخذ جزء من السيل ممبرين بدل اللي حطه وبيطلع من خلال الخليه على شكل انفولب
فيروس، وبصير عندنا الفيروس طبعا بيطلع برا، فما مره ثانيه بيخترق خليه وبيرجع بيعمل نفس الخطوات. سو عمليه الريبليكيشن تبعته بتعتمد على الديس اسامبلي اند ري اسامبلي. هلا نيجي على الموضوع الثاني بالنسبه للفيروسات. خلصنا من الخصائص العامه، هلا حنحكي عن النيمينج للفيروسز، كيف بنسميهم. بيهمنا نعرف بالبدايه انه الفيروس اعلى شيء لهم او اعلى مرتبه او رتبه هي عباره عن الفاميلي العائله. هلا بالنسبه للانيمالز كنا نحكي فيها مثلا مملكه كينجدوم، هي مملكه الحيوانات، ثم بعدين عائله مثلا عائله المفصليات، ثم سبيشيز وانواع هيك اصغر واصغر واصغر. هلا هون فقط اكبر شيء عندنا هو الفاميلي، نو تاكس ابو فاميلي، ما في كينجدوم. بالنسبه للكلاسيفيكيشن تبعهم الفيروس مثل ما حنشوف بعدين، التصنيف ممكن يكون يعتمد على الستركتشر تبع الفيروس، اذا انه هو انفلوبد فيروس او نيكد فيروس، بالاعتماد على السايز تبعه، بالاعتماد على النيوكليك اسيد تبعته، اذا دي ان اي او ار ان اي، سنجل ستراندد، دبل ستراندد، سيركلر او مثلا لينير، سيجمنتد، من سيجمنتد، وهكذا. في عنا تصنيفه بالاعتماد على الهوست سبيشيز، مين هم المايكرو اورجانيزمز اللي بيعملوا انفكشن، هذا بيعمل انفكشن للهيومن، هذا بيعمل انفكشن للفيروس البكتيريا او للبلانتس او للانيمالز، برضه على التارجت سيل اللي بده يستهدفها، مثلا هل الفيروس بيستهدف الخلايا بالامعاء او الخلايا اللي مثلا الليفر او الخلايا الموجوده باللنج وهكذا. بالنسبه للفاميلي تبعون الفيروس تصنيفهم كان الى 19 فاميلي، طبعا بالتصنيفات الحديثه عم نحكي عن 20 فاميلي، انتبهوا انه هون احنا عم نحكي عن انيمال فيروس. هلا بالنسبه لهدول ال 19 او 20 فاميلي مقسمين الى 6 دي ان اي 13 ار ان اي. بالنسبه للدي ان اي فمجموعه من هدول المجموعات السته قسمت الى مجموعتين، فصفى عنا 7 مجموعات دي ان اي، ومن هون اجى ال 20 فاميلي. هلا بالنسبه للدي ان اي فيروس بهمنا انه نحفظهم، الدي ان اي فيروس مجموع ب 2 اتش 1 اي اند 4 بي. ال 2 اتش اللي هم الهيربس فيروس اند الهيبادنا فيروس، الهيبادنا فيروس والهيباتيتس بي فيروس، اوكي؟ حنحكي شوي هيك هنت عن كل واحد فيهم ان شاء الله كمان شوي، بس خلينا نحكي عن الهيباتيتس. الهيباتيتس فيروس في عنا اي بي سي دي اند اي، لازم نعرف انه كلياتهم عباره عن ار ان اي فيروس اكسبت هيباتيتس بي فيروس هو الوحيد ال double stranded DNA فيروس. هلا بالنسبة لل 1A هو الأدينو فيروس، ال 4Ps اللي هو البوكس فيروس، بارفو فيروس، وفي عنا كان البابوفا فيروس، والبابوفا قسمت إلى بابيلوما وبوليوما فيروس، هاي بالنسبة للبابوفا. بقية العوائل هم بدهم يكونوا RNA فيروس، بكفي إنه نحفظ ال DNA فيروس حتى نعرف إنه اي شيء غير هيك بده يكون ار ان اي فيروس. هلا بالنسبه لتسميه الفيروسات، فالتسميه كانت بتعتمد على اسم الفاميلي واللي بنضيف له مقطع فايري دي اي، السب فاميلي فايرينيه، الجينوس نيم فيروس، ثم فينا تايبس، يعني العيله هي بدها تكون شو فايري دي اي، الاب فايرينيه، الابن فيروس بينتهي بفيروس، وفي عندنا كمان الحفيد. الحفيد هو في عندنا اكثر من حفيد، يعني انواع، اذا بدي اقسم دول الجينوس بيكون اكثر من نوع فيها، مثلا الاتش اي في هي الجينوس، جينوس اتش اي في، بس في عندنا تايب 1 تايب 2، فهو يعني هيك بتكون فكره التايبس. هلا مثال على هذا الحكي حنحكي عن الهيربس فايريديا. هيربس فايريديا هي وحده من الفاميلي تبعون الدي ان اي، حكينا فيها 2 اتش هيربس وهيبادنا او هيباتايتس بي. هلا هاي الهيربس فايريديا هي العائله العامه، السب فاميلي هيربس ضفنا لها مقطع فايرينيه اللي هو الابن او الولد، يعني الجينوس في عنا اكثر من جينوس، في عنا اي جينوس للهيربس فايرديه، وثم من الجينوس في عنا التايب تبعونه، التايب تبع هذا الفيروس. طبعا مش كل الفيروسات لهم تايبز، يعني خلص في فيروسات بينتهي بانه الجينوس عباره عن تايب واحد، اوكي؟ امثله على هذا الحكي او عوائل الهيربس او افراد عائله الهيربس، في عنا اي جينوس، اوكي، او اي تايبس. هلا هدول الاي جينوس او الاي تايبس مثل ما بنحكيهم هيربس فيروس من 1 تو 8، في عنا هيربس سمبلكس تايب 1، هيربس سمبلكس تايب 2، فاريسيلا زوستر، ابستن بار فيروس، سايتوميجالو فيروس، هيومن هيربس فيروس 6 او بنسميها روزيلا فيروس، وهيومن هيربس فيروس 7 او كابوسي اسوشيتد سايكوما فيروس. هيك نحكي شوي عن كل واحد فيهم، ممكن يكونوا معلومات مفيدة وتيجيكم بالامتحان.
بالنسبة للسمبلكس 1 بيعمل لنا مرض بنسميه فيفر بلاستر او كولد سور. هذا الفيروس بيفوت على الجسم بيعمل لنا اي سيمتوماتيك ستيج، يعني ما بتظهر اي اعراض على الحدا اول ما يفوت الفيروس، بيروح بعدين على الترايجمينال جانجليا اللي هي جانجليا تبعت العصب الدماغي الخامس الترايجمينال، بيضلوا هناك موجود. مجرد ما صار في عنا اي ستريس يحفظه يطلع، زي مثلا صار في عنا اميون مثلا اميون كومبرومايز بيشنت، بتجيش مثلا عنده انفكشن او عم بياخذ برود سبيكتروم انتي بايوتكس، اذا مثلا صار في عنده فيفر او تعرض لدرجات حراره بارده او اكل معين، فبصير في عنا ستيميليشن لهذا الفيروس بيطلع من الترايجمينال جانجليا وبيجي على حافه اللور ليب. على حافة اللور لب بيعمل لنا هيك مثل فيزيكل، هاي الفيزيكل بيكون فيها هيك مادة سائلة، ليتر اون هاي الفيزيكل مثل اللي بتنفجر، فبصير فيهم هيك شالو ألسر زي مش عارفة شو ألسر بالعربي، قرحة هيك صغيرة بتيجي على طرف التم، كتير كمان كتير بنشوفها بالناس بالأطفال بالكبار، عادة لما بصير في عندك فيفر أو بترشح او بتفلوز او هيك بتطلع عندك، يعني فيري كومن لحالها بترجع بعدين بتروح. هلا بالنسبه للسمبلكس فيروس 2 فهذا بيعمل لنا شيء مشابه بس بمنطقه الجينيتال اريا، اوكي، فهذا بنسميه جينيتال هيربس سمبلكس فيروس تايب 2. بالنسبه للفاريسيلا زوستر هو مسؤول عن تشيكن بوكس، السؤال بالامتحان ممكن يجيكم انه التشيكن بوكس سبوز باي فاريسيلا زوستر، برضه الفاريسيلا زوستر معلومه وحاعتبرها معكم بعدين، هو في عنده latency period وحتعرف شو معنى latency period later on، بس خليها على الباقه. الابستمبار فيروس بيعمل لنا ديزيز بنسميه infectious mononucleosis، هو ديزيز خاص بالليمف نود، بصير فينا enlargement على الليمف نود الموجودين بالجسم بالاضافه الى فيفر بالاضافه الى راش، وممكن يؤدي الى حدوث cancers later on بعد يعني سنين طويله من هذا المرض. هو بيعتبر سيستميك انفكشن، يعني ممكن كمان يعمل لنا هيباتايتس وغيرها. السيتوميجالو فيروس كثير بيشبه الابستمبار فيروس، نفس الفكره سيستميك انفكشن، ممكن يعمل انفكشن مونونيوكليوسز، انلارجمنت على الليمف نود، برضه اسوشيتد مع كانسرز. في عندنا الهيومن هيربكس فيروس 6 او بنسميها روزيلا فيروس، هذا روزيلا فيروس اي ثينك انه ما حيهمكم تعرف كثير معلومات عنه. اخر شيء الهيومن هيربس سيمبلكس فيروس 7 كابوسي اسوشيتد ساركوما، هذا الفيروس بنلاقيه بالايدز بيشنت، اوكي، هذا بيظهر بالبدايه على شكل هيك طفح جلدي عليهم سبوتس او راشز لونهم احمر وبعدين يكون السرز واسوشيتد مع الساركوما، ساركوما يعني تيومر اسوشيتد مع التيومر، وهو بيعتبر دايجنوستيك فيتشر لمرضى الايدز او المرضى اللي عندهم اتش اي في انفكشن، فهو بيعتبر من مانفستيشنز اللي بتظهر ايرلي وبتخليهم يميزوا انه هذا عنده ايدز، فهذا بالنسبه للكوبوسي اسوشيتد ساركوما. لو نعطي مثال ثاني على التسميه، في عندنا الاتش اي في، هلا الفاميلي تبعت الاتش اي في هو الريترو فايريديي، السب فاميلي هي اللنتي فايريني، الجينس في عندنا الاتش اي في وحكينا الاتش اي في من الجينس اللي بيكون عندهم اكثر من تايب، في عندنا تايب 1 تايب 2، ما شفنا احنا تايبز بالنسبه للهيربس فايريديا، الجينسز ما كان لهم تايبز، فتوقفنا عند الجينس. هون في عندنا تايب 1 وتايب 2، فينا نقول تايب 1 اتش اي في اوف لنتي فايريني اوف اريترو فايريديا، مثل ما حكينا بيهم كثير نحفظ الدي ان اي فيروس 2H1A and 4P، الار ان اي فيروس هم اي شيء الا دي ان اي اكيد. How to name the virus. بالنسبة لتسمية الفيروسز ففينا نسميه باعتماد على الديزيز اللي بيعملوا، مثلا بوليو بيعمل شلل الأطفال، ريبيز هلا بيعمل لنا داء الكلب، يعني له علاقة بالمانفستيشن تبعت الديزيز أو كيف بيظهر أو شو سببه أو هيك. ممكن أصنفه باعتماد على the type of the disease، مثلا نيوراين لوكيميا فيروس، فيروس بيعمل لنا لوكيميا، لوكيميا اللي هو السرطان الدم، هي الوايت بلود سيلز لوكيميا. نيوراين يعني بيعملها بالماوس، ما فيروس بيعمل لنا لوكيميا بالماوس، الماوس او الفار، هنا بالاعتماد على الجيوغرافي ابلكيشن اللي هي السانديو فيروس، الكوكسيكو فيروس وغيرها. في عندنا الفيروس على الديسكفري تبعه زي الابستمبار فيروس، حتاخذوها ليتر ان شاء الله بالاتش ال اس، كيف اكتشفوا الابستمبار فيروس، كيف عملوا له اسوسيشن مع التيومرز اللي ممكن تنتج عنه.
في عنا بالاعتماد على الأوريجن تبعته هذا الدم الفيروس ايفل سبيرتس، رحم مش عارفه شو دخلهم ببعض، بس فينا الانفلونزا يعني جود اكزامبل اللي هو انفلونزا ذا انفلونس اوف باد اير. انفلونزا عارفينه بيعمل انفكشن بالريسبيراتوري تراكت، فبالتالي كيف بينتقل عن طريق الفيروسز اللي بيكونوا موجودين بالهواء، بهي الحاله بيكون باد اير، وبالنسبه لهيك بنسميه انفلونس اوف باد اير. وممكن الاسم يكون كومباينيشن من كلهم زي الروسا كوما فيروس طبعا من ساركوما، انه بيعمل لنا تيومر جوز صرح تحفلي. ف مش كثير مهم هذا السلايد. اوكي هاي رسمة كثير مهمة، هيك حاولوا تخلوها ببالكم، او المعلومات اللي حنحكيها عليها مهمة. كثير بيجي عليها اسئلة سنوات. هلا بالنسبة للدي ان اي فيروس حكينا احنا حفظناهم اللي هم ال 2 اتش الهيربس فايريديا والهيبادنا او الهيباتيتس بي. في عنا كمان ال 1A اللي هو الأدينو فيروس، وفي عنا أو الأدينو فايريديا. في عنا كمان ال 4Bs اللي هم البوكس فيروس، في عنا البابوفا فيروس اللي كان اسمه بوليوما وبابلوما، وفي عنا كمان الباربو فيروس. هلا بدنا نعرف انه الأدينو فيروس هو يعتبر the second most common cause of gastroenteritis أو الـ acute diarrheal disease، وهو الوحيد الـ DNA virus اللي بيعمل لنا gastroenteritis. رح نحكي عن كمان ثلاث أسباب للـ gastroenteritis، وبيكونوا RNA يعني caused by an RNA virus، وهذا بيجيكم أو إجا سؤال امتحان. طبعا هو مسؤول من 10 لـ 15% من الكيسز تبعون الـ gastroenteritis. بس معلومة صغيرة إنه الروتا فيروس هو the first most common cause of gastroenteritis B أو الأكيد diarrheal disease طبعا بالإنفنت، لأنه gastroenteritis بشكل عام بتصيب الإنفنت، و بكون مسؤول عن 40 أو 50%. فخلوا هاي المعلومات ببالكم لأنه إجا عليها أسئلة. بالنسبة للبابوفا فيروس أو especially البابيلوما فيروس، بابيلوما فيروس associated with cervical cancer، هو يعتبر the most common cause of cervical cancer بالfemale، فبيعتبر oncogene. I think حتاخذوا عنه بعدين او بعد شوي بالفيرولوجي، وحتاخذوا عنه بالباثولوجي كمان. فاول ما يجيكم سؤال انه virus associated with malignant transformation او tumor، فخلوا ببالكم اذا كان البابيلوما فيروس موجود فاكيد هو اهم واحد فيهم. بالنسبة لل RNA virus في عنا كتير families، رح أعطيكم معلومات صغيرة عن الفاميليز اللي بيهموكم واللي ممكن تنسألوا عنهم بالامتحان، وهي هي الأسئلة اللي يمكن ما تعرفوا تجاوبوا عنهم أو تحسهم إنه متداخلين. فخلنا نبدأ من الباراميكسو فيروس. باراميكسو فيروس من الجينوس تبعونه هو البارا انفلونزا. الانفلونزا في عنا انفلونزا A and P بارا انفلونزا، فالبارا مع بارا انفلونزا خليها ببالكم عبارة عن ار ان اي فيروس. اكيد الانفلونزا والبارا انفلونزا، طبعا الانفلونزا جاينا من الاورثوميكس، سو بارا ميكسو بيعطينا بارا انفلونزا، اورثوميكسو فيروس او فيروس دي بتعطينا واحدة من الجينوس تبعونه هو الانفلونزا فيروس سواء A او P او 1 او 2. هذول بيعملوا لنا اكود اكيد يعني ريسبيراتوري انفكشن. طيب في عنا الكورونا فيروس. كورونا فيروس اسوشيتد مع بو الجاسترينترايتس، وبس انه مش يعني مش من الاسباب الرئيسيه، الاسباب اللي يعني نادره، وبرضه مع ريسبيراتوري تراك انفكشن. هذا ما بهمكم. الريترو فيروس حكينا عنه، الاتش اي في، الاتش اي في ريترو فيروس السب فاميلي لينتي فيروس، وحكينا اتش اي في كود بي 1 او 2 فبهمكم. الريو فيروس برضو ما مش من الاشياء اللي بتهمكم. الباي كورنو فيريديا، هلا الباي كورنو فيريديا كثير انواع بهمكم، منها الهيباتيتس اي، الهيباتيتس اي باي كورنو فيريديا. هلا خلينا نعطي شوي هيك معلومات عن الهيباتيتس. حكينا قبل هم اي بي سي دي و اي، كلياتهم ار ان اي اكسبت البي هو بيعتبر دي ان اي واللي بيجينا من هاي العائله الهيبادنا. هلا اي بتعمل لنا اكيوت هيباتيتس، والاكيوت هيباتيتس طبعا سيلف ليميتد، ما مش بحاجه تريتمنت يعني، فقط انه بليسمنت لبليسمنت ثيرابي سيمتوماتيك هيك. بي اكيوت هو اكيوت بس في عندنا 10% من الكيسز بتحول لكرونيك، فاكيوت كرونيك. سي كرونيك طبعا بس.
الدي في يجي كفو انفكشن مع البي او كسوبر انفكشن مع البي، حنحكي عنها ان شاء الله كمان شوي شو الكو شو السوبر، بس انه لازم يكون بي موجود او على الاقل الهيباتيتس بي سيرفس انتيجين موجود عشان يقدر الدي او الدلتا يجي من الانفكشن. في عندنا الاي كمان، سو كلياتهم ار ان اي اكسبت البي. هلا هذا ما بيهمكم، التوجب برضه ما بيهمكم، وهذا ما بيهمكم، بس اللي بيهمونا حكينا الباراميكسو والارثاميكسو والكورونا الريترو الباي الباي كورونا. نسينا نحكي عن الكاسيفو فيروس، هذا برضه بيهمكم. هلا الكاسيفو فيروس اسم ثاني له هو النورم وورك فيروس، هو برضه من الاسباب اللي بتعمل لنا الجاسترو انترايتس. حكينا الجاسترو انترايتس في لها اربعه فيروسات بيعملوهم. نمبر 1 هو الروتا فيروس وذ موست كومن كوز، هو عبارة عن ار ان اي. نمبر 2 الادينو فيروس هو ذا سكند موست كومن كوز، مسؤول عن 10 15% من الكيسز، وبرضه الادينو حكينا بيعمل لنا ريسبيراتوري تراكت انفكشن كمان. روتا برضه بيعمل لنا الاثنين. طيب حكينا عن اول اثنين. الكاسيفو فيروس هذا اسوشيتد عاده مع الاوت بريكس، اللي هي الجاسترونترايتس تكون ناجعه عن اوت بريكس، اوكي، او مثلا خلينا نقول فود بويزنج، مجموعه من الناس اكلت من اكل معين كان كونتامينيتد بهذا الفيروس، فكلياتهم ظهر عندهم الديزيز بنفس الفتره اذا ما ظهرت عندهم نفس الاعراض. فاذا اجانا نورم وورك او جاسترونترايتس لها علاقه بادلت او لها علاقه ب اوت بريكس، فخلي ببالنا الكلاسيفو فيروس. واخر سبب بالجاسترونترايتس هو الاسترو فيروس. طيب اوكي، هلا بالنسبه للفيرال ستراكشر بدنا نحط ببالنا انه تصنيفات الفيروسات تعتمد على اول شيء الجينيتك ماتيريال اللي فيهم، اثنين تعتمد على انه دي ان اي او ار ان اي، تعتمد على شكل الكابس تبعهم، بتعتمد على الـ يعني whether enveloped او non enveloped، بتعتمد على كمان طريقة الريبليكيشن. هلا بأول تصنيف يصنف الفيروسات عليه هو بالاعتماد على شكل الكابسيد، ورح نلاحظ انه حنعمل انتجريشن لكل التصنيفات مع بعض البعض الأربعة، اوكي، وجدا جدا مهمين هاي المعلومات اللي حناخذها هون. هلا بالنسبة للكابسيد فيصنف إلى ثلاث أشكال، كيوبيك أو أيكوزاهيدرال، هيليكال أو كومبلكس، تمام؟ إذا كيوبيك هيليكال أو كومبلكس، اوكي؟ هلا اول ما نشوف كلمه كيوبيكال او ايكوزاهيدرال فعلى طول خلي بالنا انه هذا دي ان اي فيروس، اوكي، هاي نعمل انتجريشن مع التصانيف الثانيه ودكتور بيركز على المواضيع. اذا ايكوزاهيدرال دي ان اي، هيليكال هو عباره عن ار ان اي، الكومبلكس هنحكي عنه حالتين فقط، البوكس والبكتيريوفاج. خلينا منه هلا شوي. اذا كيوبيك او ايكوزاهيدرال عم بحكي عن دي ان اي فيروس، الا طبعا اذا حكى لك شيء ثاني اللي هو عباره عن ايكوزاهيدرال ار ان اي، بس نادر نادر جدا ومستحيل يجيب لكم شيء ثاني. يعني 95% من الكيسز تبع الايكوزاهيدرال هو عباره عن دي ان اي، الهيليكال عباره عن ار ان اي، كود بي دي ان اي بحالات معينه، بس اول ما نسمع هيليكال بيخطر ببالنا انه شو ار ان اي فيروس. طيب هلا لو بدنا نعمل انتجريشن لو بدنا نعمل انتجريشن ما بين الشكل الكابسيد مع whether it's enveloped او non enveloped حيطلع عندنا خمس اشكال، حكينا عنه ايكوزاهيدرال هيليكال وكومبلكس، برضه حيكون في عندنا ايكوزاهيدرال enveloped او naked، حيكون في عندنا هيليكال enveloped او naked، والكومبلكس حنعطي مثالين والمثالين بدهم يكونوا enveloped، تمام، اللي هم البوكس فيروس بالاضافه الى البكتيريوفيج. اوكي، سو حكينا دائما ايكوزاهيدرال دي ان اي، هيليكال ار ان اي، عملنا انتجريشن ما بين شكل الكابسيد ونوع الدي ان اي. طب بدي اعمل انتجريشن ما بين شكل، وطبعا كود بي هيك وهيك وهي كود بي هيك وهيك. هلا بالنسبه للانتجريشن ما بين الدي ان اي والايكوزاهيدرال وذ نيكد او انفلوب حيكون في عندنا كالتالي. هلا احنا عندنا 6 دي ان اي فيروسز، عندنا 2 اتش منهم بدهم يكونوا ايكوزاهيدرال نيكد، تمام، ايكوزاهيدرال نيكل. مين هم الانفلوب؟ الانفلوب اللي هم ال 1A and 4B except ال pox virus، ليه؟ لأنه حكينا ال pox virus هو complex بس برضه انفلوب، تمام؟ So في عنا ال 2 H's بدهم يكونوا عبارة عن icosahedral naked viruses، وال naked هو النسبة الأكثر، بينما ال 1A and 3P's أو 4P's except except the pox virus بدهم يكونوا icosahedral and enveloped viruses، تمام. هلا نيجي على الهيليكال.
حكينا لما بسمع كلمة هيليكال بده يخطر ببالي على طول انه ار ان اي فيروس، كود بي دي ان اي بس ما في عندنا امثله على دي ان اي، اذا هو هيليكال ار ان اي فيروس. نيجي نعمل انتجريشن. هلا الانتجريشن هي كالتالي، انه الهيليكال لما بسمعها بده يخطر ببالي على طول انه هو انفلوب فيروس، تمام؟ انفلوب فيروس لانه 80% من الكيسز يكون انفلوب، 20% مثلا، يعني بعطي ارقام تقريبيه، انه يكون هيليكال. فاول ما اسمع كلمه سوري انه يكون نيكل، فاول ما اسمع كلمه هيليكال بده يخطر ببالي على طول انه انفلوب فيروسز، الا اذا حكى لك لا هذا عباره عن نيكد هيليكال فيروس. هلا كيف نربطهم؟ احنا ربطنا الايكوزاهيدرال انه دي ان اي، والهيليكال هو الار ان اي. حكينا الكومبلكس عندنا فقط مثالين، البوكس فيروس والبكتيريوفيج، حنحكي عنهم كمان شوي، واثنيناتهم بدهم يكونوا بدهم يكونوا انفلوب. هلا الايكوزاهيدرال انا بالعاده لما بدي احفظ شيء زنه فبربطه بمثلا شكل سلايد او برسمه او بصوره. هلا احنا حكينا عن الايكوزاهيدرال اول، بعدين حكينا عن الهيليكال، فاربطوا الايكوزاهيدرال اللي هي الاول، والاول كان ايش ماله نيكد هو ذا موست كومن، سو رقم واحد ايكوزاهيدرال، والايكوزاهيدرال الاول فهو الاول والموست كومن، بينما الهيليكال كنا حكينا عنه رقم اثنين، يعني بس بالرسمه كنا اول حكينا ايكوزاهيدرال بعدين الهيليكال، الهيليكال كان رقم اثنين حكينا عنه، وبما انه رقم اثنين فرقم اثنين هو الموست كومن اللي هو الانفلوب. So الايكوزاهيدرال النيكد هو الموست كومن، بيكون دي ان اي فيروس حكينا 2 اتشز نيكد، وال 3 بي زائد الاي بدهم بيكونوا الانفلوب. الهيليكال حكينا ار ان اي، بده يكون في عندنا الهيليكال هو بده يكون ار ان اي فيروس، وبده يكون الانفلوب هو الموست كومن. اوكي هلا نيجي على الكابسيد او الستركتشر تبع الفيروس. مثل ما حكينا الستركتشر مكون من شغلتين اساسيات، اول شغله النيوكليك اسيد اللي فيها، شغله ثانيه الكابسيد اللي بيحيطها، وبعض انواعها بيكون محاط بانفولد عليه سبايكس مثل ما حكينا. هلا بالنسبه للفانكشنز تبعون الكابسيد ف 3 فانكشنز، اول شغله تحميلنا الجينوم اثناء عمليه انتقاله من خليه الى خليه. حكينا احنا داخل الخليه الكابسيد بيروح وبصير الجينوم لحاله تغليق داخل الخليه وبيعمل ريبليكيشن، بس مجرد ما تطلع هذا الفيروس من الخليه على طول يحاط بكابسيد. شو اهميه الكابسيد عشان نحميه من انه يتعرض لاي عامل ياثر عليه؟ الوظيفه الثانيه هو اد ان ذا انتري بروسس، حكينا انه في عندنا بعض انواع ايفن على الكابسيد في عندنا اشياء بدها تكون تساهم بعمليه ارتباطه مع الريسبتورز على سطح الخلايا ودخوله لجوا هذا الفيروس. ثلاثة بيعملنا باكجينج للانزيمز فور ايفري ستيب اوف انفكشن، خصوصا لما بنحكي عن ار ان اي فيروس حكينا في بعض انواع الار ان اي فيروس بيكون عندهم شو عندهم انزيمز داخل الكابس تبعتهم، يعني بهاي المنطقه بيكون عندهم انزيمز، فبالتالي هذا بيحمي لنا اياهم، لو ما كان في عندنا كابس حيكون ما في عندنا انزيمز داخل هذا الفيرال ستركتشر. نيجي للموضوع المهم واللي هو كيف اشكال الكابسيدز اللي بدهم يكونوا داخل الفيروس. حكينا تصنيفهم اما هيليكال او ايكوزاهيدرال او كومبلكس. حنبدا بالهيليكال. هلا الهيليكال بدنا نعرف عنها انه المين يونت في بنائها هي شيء اسمه كابسول، وهذا سؤال الامتحان اللي هو المين يونت في بناء الهيليكال كابسيدز شو هم الكابسولز. هذول الكابسولز هم عباره عن بروتينات شكلهم طلعوا مثل هيك رود لايك، هذول البروتينات بيجوا واحد جنب الثاني واحد جنب الثاني لحد ما يرجعوا للطرف اللي الطرف اللي بلشنا منه، وبيعطينا هيك زي شكل زي رينج اوكي او حلقه. هاي الحلقه شو بنسميها؟ بنسميها الديسك، تمام؟ اذا المين يونت هي الكابسومر، كابسومر جنب كابسومر بيعطونا الديسك، ديسك جنب ديسك جنب ديسك بيعطونا الهيليكال كابسيد، تمام؟ سو المين يونت هي الكابسومر، وهي الكابسومر حكيناها البيسك يونت، الكابسومر بتيجي جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها تعطينا شو الديسك، وهذا الديسك ديسك جنب ديسك جنب ديسك شو بيعطينا؟ بيعطينا بالنهايه الهيليكال كابسيد. هذا هو الستركتشر تبع الار ان اي فيروسز. ثم بعد هيك بتيجي عندنا النيوكليك اسيد بفوت جوا هذا الهول اللي داخل هدول الديسك، وبصير هيك ببوينتس معين يرتبط، فبيظهر بهذا الشكل. في عندنا الديسك اوف الديسك اوف بروتينز او كابسولز مرتبين من جواهم، في عندنا هول او ثقب بيجي عندنا النيوكليك اسيد جواهم بفوت بصير هيك يرتبط ببوينتس معينه عليهم، فبيعطينا الكابسيد تبع الار ان اي. وتذكروا انه الار ان اي حكينا موستلي بيكون شو انفلوب. طيب هاي هي الستركتشر تبعها، هي مثل ما شايفين قصلنا الكابس الكابس من النص، او قصلنا الستركتشر من النص.
طلعوا هاي هيك التكملة من هون بتعطينا الكبسولة من جوا، بيكون في عنا هون وهذا اللي هون بيجي عنا من الدي ان اي والار ان اي، سوري حكينا عن ار ان اي، الهيليكال بيجي الار ان اي هيك بيترتب ببوينتس معينين هيك بيرتبط عليهم، بفوت جوا هدول الديسكس او جوا هذا الكبسولة. هلا هون في غلط، المفروض ار ان اي مش دي ان اي. امثله عليهم حكينا عنهم هيليكال كابسيد، بيكون بالعاده انفلوب، في عنا انفلونزا حكينا هو اورثوميكس، في عنا الميزز والريبيز. امثله على هذا الشيء، يعني معظم الار ان اي بيكونوا عباره عن انفلوب وهيليكال فيهم. هاي برضه المنظر بيوضح لنا كيف فكره الهيليكال، هاي الفكره فيها انه هي عباره عن الكابسولة الوحده الاساسيه، بتيجي بتكون لنا هيك بتلف على بعضها، بتكون لنا الديسك ديسك جنب ديسك جنب ديسك، بيعطونا هذا الكابسول، وبيجي بيكون من النص مثقوب او في هول، بيجي لنا الار ان اي هيك بيصير بيعمل كويلز وبفوت بيرتبط على بوينتس معينين عليه. هلا بدنا نعرف انه طريقه دراستنا لها، طبعا هي الاستركشر نفس الشيء، طريقه دراستنا لها الهيليكال استركشر اعتمدنا فيها على توباكو موزاي فايروس، هذا فايروس بيعمل لنا انفكشن للنباتات، فمن خلال دراستنا له استطعنا نفهم كيف بيتكون الهيليكال ستراكشر فيه. هلا نيجي للستراكشر الثاني تبع الفيروسات اللي هو الايكوزاهيدرال. هلا هذا الايكوزاهيدرال حكينا مينلي او دي ان اي، يعني مينلي او خلص اول ما اسمع ايكوزاهيدرال فبعرف انه دي ان اي، حكينا كود بي كود بي انفلوب كود بي نيكد، وحكينا لما بسمع نيكد فيروس فعلى طول بدي افكر بالايكوزاهيدرال. حكينا في عنا 2 اتشز بيكون نيكد وال 3 بيز زائد الاي بيكون انفلوب. هلا بالنسبه لكيف بيتكون هذا هذا النوع من الكابسيت، فبدنا نعرف انه وحده البناء الاساسيه هي البروتومر، ممكن تجيكم سؤال بالامتحان هناك كنا شو الوحده الاساسيه الكابسومر، هون الوحده الاساسيه البروتومر انتبهوا عليها. هلا هدول البروتومرز واحد جنب الثاني هيك 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 بيكملوا صفوف بحيث انه بيكونوا لنا ستركتشر خارجي كامل مكون من البروتومرز. هلا هدول البروتومرز لو اجيت اطلعت عليهم اشوفهم بطريقتين، الطريقه الاولى انه هدول البروتومرز حيكونوا مرتبين بطريقه معينه بحيث انه حيشكلوا لنا مثلثات مثل هذا الشكل، اوكي؟ حيشكلوا لنا 20 فيس، هذا الفيس كل واحد فيهم مثلث الشكل، واماكن التقاء هاي المثلثات مع بعض بتعطينا كورنرز او زوايا، هاي الزوايا عددهم 12. اذا لما باجي بطلع على هدول البروتومرز واحد جنب الثاني هيك 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 بلاقي انهم عاملين لنا طلعوا هذا الستركتشر هيك هيك هيك، يعطونا فيسز، هدول الفيسز شكلهم مثلث الشكل، وهدول المثلثات شو مالها؟ تلتقي ب مع بعضها البعض طبعا ببوينت سميناهم كورنرز عددهم 12، والمثلثات او الفيسز عددهم 20، تمام؟ هلا برضه في طريقة تانية ممكن أشوف فيهم هدول البروتومرز لما بطلع عليهم، اللي هم عبارة عن كابسومرز، يعني البروتومرز ممكن نحكي الكابسومرز بيتشكلوا مع بعض بيعطونا الديسكس، أوكي؟ والديسكس مع بعض بيعطونا خلينا نقول الستركتشر تبع الفيروس أو الهيليكون. هون البروتومرز مع بعضهم بيعطونا كابسومرز، والكابسومرز لما بطلع عليهم بشوفهم على شكل مثلثات أو 20 فيسز. هل هدول الكابسومرز طلعوه ممكن يكون خماسي ممكن يكون سداسي، مكونين من 5 بروتومر على شكل ورده او 6 بروتومر على شكل ورده. هلا هي تعتبر الوحده الاساسيه بالبناء اللي هي مين في اليونت بروتومر، بعدين بيعطونا الكابسول. خلينا نفهم شو فكره الكابسول، هاي الكابسول طلع 1 2 3 4 5 6 هاي سداسيه، هون في عندنا 1 2 3 4 5 خماسيه الكابسول، كل وحده من هدول شو مالها؟ كل وحده من هدول عباره عن البيلدنج يونت او اللي سميناها البروتومر. ثم هذا الستركتشر اللي تو هيك راي مثلث، هي الراس الاول هون، الراس الثاني هون، وهي الراس الثالث، هذا المثلث هو بيعطينا الفيسز، اوكي؟ ومناطق التقاء الفيسز مع بعض، هذول المناطق الحمر هي هاي نقطه منطقه الالتقاء بنسميها شو؟ سميناها الكورنرز. بالنسبة لأشكال الكابسومرز ففي عندنا سداسي، في عندنا خماسي، اللي بمناطق الكورنرز بيكونوا خماسيات، واللي بيكونوا بين البوديز او بين المثلثات بدهم يكونوا سداسيات. هي كمان شكل الفيروسز اللي بيكونوا ايكوزاهيدرال كيف بيبينوا، اوكي؟ بالنسبه للايكوزاهيدرال كابسيد فيقسموا او يصنفوا الى ثلاث اشكال، الشكل الاول بنسميه 2 فولدز 3 فولدز و5 فولدز. فكره ال 2 فولدز هو ان انت فيك تمشي خط من هون لهون، خط واحد صح؟ يعني على كم مثلث رح تمشي؟ سوري تو فولدز، واذا مشيت خط من هون ومن هون كم مثلث رح تمشي عليه؟ احنا بدنا نمشي او نرسم خط واحد ونمشي على مثلثين او تو فيسز.
3 فولز، هاي فيني اطلع من هذا الكورنر خط، من هذا الكورنر هيك خط، ومن الكورنر اللي تحت خط، فبالتالي بنسميها 3 فولز، وممكن يكون خماسة. تمام، هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، هي اربعة، هي خمسة، مش كتير موضوع مهم. ايوه الفايف فولز تكون في عنا خمسة وبيناتهم بالنص كورنر بيجمعهم، في عنا ثلاثة حيكون في عنا مثلث ورابط، طبعا هيك في كورنرز تبعونه ورابطين مع مثلثات فوق وتحته، هاي في عنا الثنائي التو فولز فقط، خط واحد بيمشي بالثنين، طبعا في حد الفاصل بين الثنين بيمشي فيهم الثنين. بالنسبة ل الكابسولز اللي فيهم حكينا، إذا كابسولز بيكون خماسي أو سداسي، مناطق الكورنرز بيكون خماسي، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بالوسط هون وهون وهون بيكون سداسيات. فمثل ما شايفين الكابسول اذا كان خماسي على الكورنر بنسميه بنتون او بنتمر، بنتون او بنتمر، بنت خماسي. واذا كان بالوسط في هاي الاماكن بده يكون الكابسول سداسي فبنسميه هيكسون، اوكي، او هيكسون. هلا هاي الامثله ما اتوقع انه مطلوبه منكم تحفظوهم، بكفي انه نعرف هيك هم الار ان اي، ايكوزاهيدرا، بكفي انه نعرف الدي ان اي هم عباره عن ايكوزاهيدرا. نيجي على النوع الثالث من الكابسيد اللي هم الكومبلكس فيروس او الكومبلكس كابسيد. هلا هاي لا شكلها ايكوزاهيدرا ولا بده يكون شكلها الشكل الثاني اللي هو الهيليكال. هلا مثال عليها حنحكي عن الفوكس فيروس اللي هو الوحيد من الدي ان اي اللي شكله بده يكون كومبلكس. كيف كومبلكس؟ يعني ما عنده النورمال كابسيد اللي مكون من بروتين. هنلاحظ انه مكون من شغلتين، اول شغله الممبرين الخارجي تبعه هو عباره عن لايبوبروتين، او الكابسيد تبعه عباره عن لايبوبروتين، وعلى السطح الخارجي هيك كانها زي فيبرز او هيك خيوط او اصابع طالعه منه. هلا بالنسبه للبوكس فيروس ففي له 3 اكسبشنز لازم نخليهم ببالنا، اوكي، جدا مهمين. الشغله الاولى انه هو الوحيد دي ان اي فيروس اللي مش ايكوزاهيدرال، هو عباره عن كومبلكس. الشغله الثانيه هو الوحيد من الدي ان اي فيروس اللي عمليه الريبليكيشن تبعونه بتكون داخل السيتوبلازم مش داخل النيوكليوس زي بقيه الدي ان اي فيروس. الشغله الثالثه هو الوحيد اللي بده يكون عنده شويه انزيمات مش مثل بقيه الدي ان اي فيروس اللي ما عندهم انزيمات. الشغله الرابعه هو اللي من الانواع او هو الوحيد خلينا نقول اللي بياخذ الممبري الانفلوب تبعه من جولجي ابيرتوس، ما بياخذها من السيل ممبرين. حنحكي عن اكسبشن ثاني كمان شوي. سو البوكس فيروس حكينا له كثير اكسبشنز، الوحيد الكومبلكس، الوحيد من الدي ان اي اللي فيه شويه انزيمز، الوحيد الريبليكيشن تبعه بالسيتوبلازم، والوحيد اللي بياخذ الانفلوب تبعه من الجولجي مش من السيل ممبرين. بالنسبه للبكتيريوفيج فهو المثال الثاني على الكومبلكس فيروس. هلا له استثنائين، الاول انه هو كومبلكس، الثاني هو الوحيد اللي بيعمل انفكشن للبكتيريا. فيروس بيعمل انفكشن للبكتيريا مثل ما حكينا ببدايه الفيديو. هلا بالنسبه لكيف الانفكشن بيكون، عن طريق انه بيروح بيعمل اتاشمنت على سطح البكتيريا، ثم بيحكم جينات البكتيريا تبعته جوا، وبتبدا عمليه الريبليكيشن جين اكسبريشن لهذا الجينيتك ماتيريال. هلا الجينيتك ماتيريال تبعته كود بي دي ان اي، كود بي ار ان اي، كود بي سنجل ستراندد، كود بي دبل ستراندد، كود بي سيركلر ان ارينجمنت، كود بي لينير ان ارينجمنت. هذا هو شكله للبكتيريوفيج، وهو مكون من خلينا نقول ثلاثه او اربع اقسام. القسم الاول هو الهيد تبعه بيكون بولي هايدر، بولي هايدر يعني متعدد الاوجه. الهيد تبعه بولي هايدر بيكون هيك نوعا ما بيشبه الايكوزاهيدرال كابسل. ثم له منطقه النك، والنك بدها تكون هيليكال، يعني طلع هاي اللفائف هذول الديسكس، ديسك بتعطينا هيليكال. فالراس تبعه ايكوزاهيدرال، النك تبعته بدها تكون هيليكال. ثم له تيلز، ثم له هذول التيل فايبرز، تيلز بان والتيل فايبرز، دول فايبرز الاتاشمنت. تذكر شكل انه هيك بيشبه شكل العنكبوت. بدي اعتذر منكم، خربطت معكم بشغله. هلا انا حكيت انه ال 2H بيكونوا نيكد، وال 1A 4P except البوكس فايروس بيكونوا هم الانفلوب. لا بدنا نعكس، ال 2H هم اللي انفلوب والباقي هم النيكد. مره ثانيه، ال 2H هم الانفلوب والباقي هم النيكد. لو نجي نقارن العدد فالتواتش هم اثنين، بينما الباقي بده يكون عددهم اربعه، والاربعه هم النيكد. هاي بتفق مع الفكره العامه انه في الايكوزاهيدرا النيكد اكثر من الانفلوب. تمام، كمل على اللي وصلنا له. هلا حكينا الكلاسيفيكيشن للفيروسز، فينا صنفهم باعتماد على النيوكليك اسيد، ايذا دي ان اي او ار ان اي.
نصنفهم بالاعتماد على الكابسيد، either helical capsid أو icosahedral capsid أو complex capsid، the presence of the envelope يا إما naked يا إما envelope، وعملنا integration ما بين هدول الثلاث تصنيفات لما حكينا إنه ال DNA بيكونوا icosahedral و could be envelope non envelope بس الناكد أكثر طبعا، ولما حكينا عن ال RNA بدهم يكونوا helical وبدهم يكونوا mainly envelope. آخر طريقة هي replication strategy أو ال pattern classification، هذا بيكون أكثر ما إنه تصنيف أو بستخدمه بتصنيف الفيروسات، هو بيشرح لنا different mechanism of replication للفيروسات وإن شاء الله بنحكي عنه كله. هلا حكينا الكلاسيفيكيشن باعتماد على انه يكتسب كله اعاده، طبعا ار ان اي او دي ان اي، سيجمنتد نون سيجمنتد، في عندنا لينير او سيركلر، سنجل ستراندد او دبل ستراندد، وخلينا نحكي شوي عن السيجمنتد والنون سيجمنتد. هلا بدنا نعرف انه السيجمنتد بمعنى انه كل سيجمنت بهذا الجينيتيك ماتيريال قادر على انه تكون بروتين منفصل لحاله، مش انه لما بنحكي عن كيف بتكون عمليه ال ريبليكيشن بنوضح الموضوع اكثر، بس الفكره بالسيجمنتد كل واحد او كل سيجمنت بتكون بروتين منفصل، بينما النون سيجمنتد بتكون انه اللي بنسميها مثلا بولي بروتين، خلينا نعتبر هذا المصطلح مع انه مش دقيق، بس انه بولي بروتين وبعدين بنقصهم. اوكي فالسيجمنتد في عندنا مثالين عليهم، الار ان اي فيروس، الانفلونزا فيروس مكون من 8 سيجمنتس، ف يعني اتس ايبل تو برودوس 8 سيبريت بروتينز يعني نفسين على بعض البعض، والروتا فيروس هو 11 سيجمنت. هلا الروتا فيروس الاكسبشنز تبعونه انه هو كان الوحيد الدبل ستراندد ار ان اي فيروس السيجمنتد مكون من 11 سيجمنت، وهو كان الكوز نمبر 1 اوف جاسترو انترايتس اند انفنتس. اذا مره ثانيه الروتا فيروس هو الوحيد الدبل ستراندد ار ان اي فيروس، هو مكون من 11 سيجمنت وهو الكوز نمبر 1 اوف جاسترو انترايتس ان انفنتس. حكينا قد بلينير سيركلر سنجل ستراندد او دبل ستراندد، حكينا كل الار ان اي فيروس ار سنجل ستراندد اكسبت روتا فيروس which is double stranded RNA virus. لما حنحكي عن الدي ان اي حنحكي كل الدي ان اي فيروس ار double stranded except the pivo virus which is دي ان اي single stranded. هلا حنرجع نحكيهم ان شاء الله. طيب هلا بالنسبه للسنجل ستراندد ار ان اي فيروس بدنا نحكي عنهم انه في عندي نمطين من السنجل ستراندد ار ان اي، either positive sense او negative sense. البوزيتيف سنس بنسميهم هم الام ار ان اي جينوم، والنيجاتيف سنس هم النيجاتيف ام ار ان اي جينوم. هلا شو الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف؟ بالنسبه للبوزيتيف سنس بمعنى انه هذا الجينوم بده يكون هو عباره عن الام ار ان اي نفسه، يعني لما بيفوت الدي ان اي لداخل، او سوري لما بيفوت الجينوم او النيوكليك اسيد لداخل الخليه وبيطلع منه الكابسيد هو نفسه الجينوم will serve as ام ار ان اي، لانه ترتيبه نفس ترتيب ال mRNA، فأنا مش بحاجة أعمل عليه أي تعديل، على طول هذا ال mRNA أو الجينوم بده يروح على الريبوسوم وتبدأ عملية الترانزليشن إله عشان أكون بروتين. بينما النيجاتيف سنس أو النيجاتيف RNA الفكرة فيه إنه أنا في عندي سنجل ستراند، بس هاي السنجل ستراند هي الستراند الكومبلمنتري للـ RNA اللي أنا بحتاج أجي أعمل لها بالبداية ترانسكريبشن، بحيث عملية الترانسكريبشن تعطينا الكومبلمنتري ستراند لهاي النيجاتيف سنس، والكومبلمنتري ستراند هي اللي حتكون البوزيتيف سنس أو الـ RNA. اوكي هذه الكومبلمنتري او البوزيتيف سنس هي اللي بعدين باخذها بوديها على الرايبوسوم وبعمل لها عمليه ترانزليشن، فبالتالي البوزيتيف سنس مش بحاجه ترانسكريبشن، هو بيكون جاهز مجهز، فبوديه على الرايبوسوم بصير ترانسليشن وبيعطينا البروتين. بينما النيجاتيف سنس هو مش الاكتيف ام ار ان اي، هو بيحتاج بالبدايه عمليه ترانسكريبشن بحيث اني اكون الكومبلمنتري ستراند لهي النيجاتيف سنس اللي دخلت مع الفيروس، هاي الكومبلمنتري ستراند بعمل بعد ما عملت لها ترانسكريبشن بدي اوديها على الرايبوسوم تتعرض لعملية الترانزليشن وبتعطينا البروتين. اوكي هلا التصنيف الثاني كان بالاعتماد على الانفلوب، حكينا انه بعض انواع الفيروسات بتحتوي على انفلوب بعضهم لا، عادة الار ان اي بيكونوا انفلوب
الدي ان اي حكينا الانفلوب هم التو اتشز، بعدين بدنا نيجي نحكي على الانفلوب من وين بنجيبه. حكينا انه يوجوالي هذا الانفلوب obtained by budding okay through the cell membrane. اثناء خروج هذا المايكرو اورجانيزم او الفيروس من الخليه لما بيجي بيطلع لبرا، هلا بده يطلع من خلال الممبرين تبعت الخليه، فبياخذ جزء اوكي بيعمل زي كانه انسيست اوكي يعني هيك بيغلف حاله بجزء من هذا الممبرين فبيكون انفلوب له اوكي. هي الحاله الطبيعيه. فينا تو اكسبشنز. الاكسبشن الاول هو البوكس فيروس، حكينا انه obtain ال it will obtain the end او الممبرين او الكابس تبعه او الانفلوب تبعه من البولجي ابارتس، بينما الاكسبشن الثاني هو الهيربس. الهيربس فايروس بيعمل obtaining للانفلوب تبعه من النيوكليير ممبرين as it get out من النيوكليوس. تمام، فينا تو اكسبشنز، البوكس حكينا بياخذه من البولجي والهيربس بياخذه من النيوكليير ممبرين. هلا بالنسبه للانفلوب فايروس كيف بدهم يطلعوا من الخليه؟ حكينا بيجي هذا الفيروس بيمشي من خلال او بيعمل اكزوسايتوسيس، يعني من خلال هاي الخليه بياخذ جزء من الممبرين تبعها وبيطلع اوكي. فهو ما بيؤدي الى انه تحليل الخليه او يعمل كيلينج للخليه، بس الفكره لما بتزيد عمليه خروج المايكرو اورجانيزم يعني بيكون الفيروس لود اللي موجود داخل الخليه نفسها كثير كبير، بحيث كل واحد حيجي يطلع حياخذ جزء من الممبرين تبع هاي الخليه. بالنهايه الممبرين تبع الخليه كثير كثير حيصغر، رح يصير في عندنا شرينكينج على الخليه، رح يصير في عندنا ابوبتوسز على هاي الخليه وبالتالي بتموت، اوكي؟ هذا لما بيكون اللود تبع الفيروس اللي موجود داخل الخليه كثير كبير، كميه الفيروسز اللي بدهم يطلعوا من الخليه برضه كثير كبار، فبالتالي كل وحده حتاخذ جزء من الممبرين، بالتالي بالنهايه هذا الخليه رح تموت، اوكي؟ هاي بالنسبه للانفلوب. هلا بالنسبه للانفلوب حكينا على الاقل رح تحتوي على 1 كودد بروتين. هذا ال 1 كودد بروتين هو اللي حيعطينا السبايكس او سميناهم الجلايكوبروتينز اللي بدهم يكونوا على سطح الانفلوب. حكينا انه بيعتبر ذا موست اميونوجينيك بارت نمبر 1. الشغله الثانيه هو بيساعدونا بعمليه الاتاشمنت والدخول على الخليه، فحتكون هذا الانفلوب فايروس على الاقل عندها 1 بروتين او 1 انكودد بروتين واللي هو مسؤول عن تكوين الانفلوب سبايكس او الجلايكوبروتين. بالنسبه لهدول الانفلوب فايروس اذا فقدنا الانفلوب اللي عليهم فبدهم يكونوا يصيروا فيري فيري ويك اوكي. بشكل عام الانفلوب فايروسز ويكر ذان النيكد فايروس اوكي، وايفن انه اذا فقدت الانفلوب كمان فاكيد بصير لسه اضعف بكثير من الحاله اللي هو عليها واضعف بكثير من الار ان اي فايروس. هلا نيجي نحكي على عن من النيكد فايروس. هلا نحكي عن البروبرتيز تبعون النيكد فايروس. النيكد فايروس بتميز انهم ستيبل ان ذا هوست انفايرمنت، وهي اول خاصيه فيهم، ستيبل اكثر من الانفلوب. فيهم يتحملوا الدراي انفايرمنت، الاسيدك انفايرمنت، الديترجنت اند هيت، يعني ما بتاثروا بالهيت، ما بتاثروا بالدراي، ما بتاثروا بالاسيد، فبتوقع انه يكونوا من اكثر الفيروسز المسؤولين عن الجاسترونتيتس او الانفكشن اللي بتصير داخل الجي اي، لانه الانفكشن اللي بالجي اي اكيد تمر بال ستومك والستومك بيئه اسيدك، فلو كان الفيروسات اللي بتعمل الانفكشن للجي اي بشكل عام انفلوب فما حيقدروا يتحملوا هاي الاسيدتي العاليه. فعشان هيك اغلب الفيروسات تبعون اللي بيعملوا جاسترونتيتس بدهم يكونوا نيكد. هلا they are released by lysis of the host cell. حكينا بالنسبه للانفلوب كيف بيطلعوا عن طريق البودينج من خلال الهوست سيل، بياخذوا جزء من الممبرين معها. اذا كان اللود تبع الفيروس كثير كبير ممكن يؤدوا الى الدث تبعت الخليه، بس هدول ما بيطلعوا الا لما بيزيد عددهم كثير 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 لدرجه انه يؤدوا انه هاي الخليه تنفجر، يصير في عليها لايسس ثم بيطلعوا منها. هذا الفرق بين الانفلوب والنيكد. هلا حكينا كان سستين دراي انفايرمنت، كان انفكت جي اي وسرفايفل اسيدك ميديا او ايفن البايل اللي بيكونوا فيري بيعملوا يعني كثير دمج على هاي الفيروسات، فهدول الفيروسات they can infect GIT وينتقلوا عن طريق الفيكال اور روت، يتحملوا الاسيديتي تبعت الاستومك والبايل انفايرمنت تبعت السمول انتستين. هلا can spread easily via hands, dust, fomites.
بما انهم بتحملوا الانفايرمنت، بما انهم بتحملوا الدراي الاسيد والديترجنت والهيت، وبالتالي كثير حيلاقيهم باماكن كثير حينتقلوا بسهوله او بشكل اسهل من الانفلوب فايروس. حكيناهم they can stay dry and still retain infectivity, neutralizing mucosal and systemic antibodies are needed to control the establishment of the infection. اذا لانهم كثير تاف كثير قويين، فبحتاجوا عشان يعني امن الافكت تبعهم هو انه يكون في عندنا انتي بودي ضدهم تيجي تعملها نيوتراليزيشن لهم عشان ما يعملوا لنا الانفكشن. بينما بالانفلوب لا، مثلا اذا كانت الاسيدتي راحه لسه مثلا الاسيدتي فيها عاليه، خلص انا مش بحاجه هناك للانتي بودي، الاسيدتي هي يعني بتعمل لها هيك كلين. اذا راح على الانتستين وجد باي برضه بيعمل له كلين، وهكذا. نيكد فيروس امثله عليهم مش مهمين. اوكي هلا نيجي على التصنيف الرابع واللي هو البالتيمور كلاسيفيكيشن للفيروسات، او التصنيف بالاعتماد على اليه الريبليكيشن. يعني هاد بالتيمور اجى اطلع على الفيروسات وقسمها بالاعتماد على اليه الريبليكيشن فيها الى 7 استراتيجيز. اوكي هلا في عندنا والاستراتيجيه الاولى هم للفيروسات اللي بيكونوا دبل ستراند دي ان اي فيروس. حكينا all دي ان اي viruses are double stranded viruses except مين البارفو فيروس هو الوحيد اللي هو سنجل ستراند دي ان اي فيروس، وحكينا هو الوحيد كمان الاكسبشن الثاني له اللي ريبليكيت ان ذا سايتو بلازم. اوكي فهو الوحيد البارفو اللي سنجل ستراند دي ان اي فيروس، وهو الوحيد اللي بيعمل ريبليكيشن بالسايتو بلازم. اوكي في عندنا دبل ستراندد ار ان اي فيروس، بالنسبه للدبل ستراندد ار ان اي فيروس الوحيد الدبل اللي هو الروتا فيروس، حكينا الخاصيه الثانيه في انه بده يكون سيجمنت، مش عارف يعني مش عم تفتح. اوكي الروتا فيروس هو الوحيد الدبل ستراندد وسيجمنت، مكون من 11 سيجمنت، وحكينا هو نمبر 1 كوز اوف جاسترو انترايتس ان انفنت. بالنسبه للسنجل ستراندد ار ان اي فيروس فقسمناهم الى بوزيتيف سينس سنجل ستراندد او نيجاتيف سنجل ستراندد، وحكينا شو الفرق بينهم انه البوزيتيف سنس هو سيرف از ام ار ان اي مش بحاجه الى ترانسكريبشن على طول بالترانزليشن وبيعطينا البروتينز. النيجاتيف سنس لا، هذا بده يكون الكومبلمنتري ستراند للام ار ان اي، سو بيحتاج انه يصير اول شيء ترانسكريبشن ثم ترانزليشن وبيعطينا البروتين. هلا في عندنا كمان نظامين جداد اللي هو يكون الجينوم ار ان اي ثم يصير له ترانسفيرس اوكي ترانسكريبشن او ريفرس ترانسكريبشن انتو دي ان اي، ثم مره ثانيه اكون بروتين ومن البروتينات برجع بعطي الار ان اي. سو هدول الار ان اي ريفرس ترانسكرايبنج فيروس اللي هو عباره عن فيروس بيكون على صوره ار ان اي، هذا الفيروس كجزء من عمليه تكوين البروتينات من خلاله عمليه الريبليكيشن له بده يصير له عمليه ترانسكريبشن واحوله لدي ان اي، ثم من دي ان اي بكون الام ار ان اي باخذها وصنع منها البروتينات وبرجع مره ثانيه بعطي الار ان اي وبرجع بهاي السايكل. مثال على هذا الحكي ال HIV انفلونزا ال HIV فيروس. هلا ال HIV فيروس هو بوزيتيف سينس سنجل ستراندد بيتكون من 2 كوبيز. عملية الترانزليشن له او ترانسكريبشن له بتبلش من ار ان اي، ثم بصير له عملية تحول الى دي ان اي ريبليكيت انسايد النيوكليوس، وهذا اكسبشن لل HIV، وبعد هيك بيرجع مرة ثانية بيعطينا ال ار ان اي وبرجع بستخدمها بتحويله لدي ان اي ريبليكيشن وهكذا. اوكي هلا في عندنا مثالين على الار ان اي ريفرس ترانسكرايبنج فيروس، هم فقط الاتش اي في والانفلونزا بيشتغلوا بهاي الطريقه. لازم نحكي انه بيختلفوا عن بقيه الفيروسز انه بهذا الموضوع لهذا الاكسبشن. الشغله الثانيه انهم بيعملوا ريبليكيشن بالنيوكليوس، وهذا لا يتوافق مع بقيه الار ان اي فيروسز اللي بيعملوا ريبليكيشن بالسيتوبلازم. هلا بالنسبه لهذا النوع من الفيروسات الدي ان اي ريفرس ترانسكرايبنج فيروس، الفكره في انه هذا دي ان اي بعمل ترانسكربشن بيعطينا ام ار ان اي، هذا الام ار ان اي بعد هيك بدي اصنع منه بروتين، بس الجزء اللي ضل بدي ارجع مره ثانيه احوله من ام ار ان اي لدي ان اي مره ثانيه وهكذا. فالفكره فيها انه انا بدي اتحول من صيغه دي ان اي لصيغه ام ار ان اي عشان تصير عندي عمليه الترانسكربشن. بشوف هذا النموذج فقط في الهيباتيتس بي فيروس. الهيباتيتس بي حكينا لها تو اكسبشنز، انه هي الوحيده من تعمل لنا يعني هيباتيتس
وبتكون على صورة دي ان اي فيروس، وهي الاكسبشن الثاني انها ما بتشتغل كسنجل ستراند دي ان اي ولا كدبل ستراند دي ان اي بالريبليكيشن ميثود، لا بتشتغل كدي ان اي ريفرس ترانسكرايبنج فيروس، وبتتميز انه بيكون الجينوم تبعها بارشل دي ان اي مش كومبليت دي ان اي ولا سنجل دي ان اي، هو بده يكون بارشل دبل او بارشل دبل ستراند دي ان اي. سو حكينا الدبل ستراند دي ان اي فيروس كلياتهم بالنيوكليوس، السنجل ستراند فقط كان عندنا الباربو، واكسبشن اثنين من السنجل وانه بيعمل ريبليكيشن بالسيتوبلازم، الدبل ستراند حكينا كل الار ان اي هم سنجل ستراند اكسبت الروتا فيروس كان الاكسبشن له انه دبل ستراند، والنمبر 1 كوز اوف الجاستروانتيرايتس اند انتم، بالاضافه الى انه بيكون سيجمنتد. حكينا عن البوزيتيف والنيجاتيف، وجينا على الار ان اي ريفيرس والدي ان اي ريفيرس. حكينا على الار ان اي ريفيرس يعني بجزء من دوره حياته حيتحول لدي ان اي، ثم بكمل عن الترانسكربشن ترانزليشن، ومثال عليه حكينا اثنين الاتش اي في والانفلونزا، وحكينا بوث اوف ذيم بيعملوا لنا ريبليكيشن داخل النيوكليوس. جينا على الدي ان اي حكينا مثال على الهيباتايتس بي، وحكينا هو بارشل دبل ستراند دي ان اي فيروس بتحول من دي ان اي لار ان اي بعدين بكمل ريبليكيشن ثم بيرجع لدي ان اي مره ثانيه. اوكي هلا بالنسبه للبالتيمر كلاسيفيكيشن لازم نعرف انه كل هدول الفيروسات بيشتركوا سواء كانت ار ان اي او دي ان اي سنجل ستراندد او ايفن دبل ستراندد، بوزيتيف سنس نيجاتيف سنس، ريفرس ولا مش ريفرس، انه كلياتهم بالنهايه نقطه الاساس او نقطه الالتقاء فيهم هو انه كلياتهم بيكونوا لنا ام ار ان اي، وهذا اجى اللي هي اجى صعب الامتحان، واللي هو ذا كومن بروسس باي اول تايبس اوف فيروس، بدهم يكونوا انه كلياتهم بيكونوا لنا ام ار ان اي. تقريبا حكينا عن كل شيء وعملية الريبليكيشن أهم شيء إنه بتكون عن طريق الـ mRNA. أوكي هون فيروس جينوم استراتيجي، كل الـ DNA حكيناهم دبل ستراندد، سنجل ستراندد فقط الـ بارفو، الدبل ستراندد في عنا الريو والروتا، سنجل ستراندد الدكتور ركز على الروتا فيروس، الريو ما حتمرق معكم بالمكان بس إنه أوكي احفظوها. أوكي مش كثير مهم هذا السلايد. طيب هلا نيجي لموضوع كثير مهم وكثير كثير كثير بيجي عليه اسئله واللي هو السب فايرال ايجنتس. اوكي هلا احنا لما قسمنا المايكرو اورجانيزمز قسمناهم بالاعتماد على وحده من طرق الحجم، فكان في عندنا تقسيمهم بالاعتماد على حجم البكتيريا، في عندنا مثلا هيلمنتس، في عندنا الفيروس، فيروس كانت اصغرهم حجما حكينا ما بنقدر نشوفها باللايت مايكروسكوب، يعني نسيسيرلي تو بي سين عن طريق الالكترون مايكروسكوب. ليتر اون وجدوا مجموعة من المايكرو اورجانيزمز اللي برضه they are يعني infected واللي هم أصغر لسه من الفيروس، فسميناهم sub viral agent. اوكي هدول sub viral agent do not undergo the other classification of micro organisms because they are very very small و simple من ناحية structure، عشان هيك هم sub تحت يعني من ناحية الحجم أصغر، viral لأنه فيهم شيء هيك بيشبه الفيروس. شو هم هدول؟ في عنا الساتلايت، في عنا الفيريويد، في عنا البرايمز. نبدأ بالساتلايت. هلا لازم نعرف عن الساتلايت أول شغلة إنهم عبارة عن نيوكليك أسيد يعني جينوم دي إن إيه أو آر إن إيه، وممكن يكونوا محاطين بكابسيد وممكن لا. إذا كان ما إلهم كابسيد بنسميهم فيروسويد، إذا كان إلهم كابسيد بصير اسمهم ساتلايت. تمام؟ فمين اللي كونتين نيوكليك أسيد؟ هاي هو الكور اللي فيهم. أوكي هلا حكينا الكور الاساسي فيها هو النيوكليك اسيد. اوكي بس الساتلايت لازم يكون فيها نيوكليك اسيد كشيء اساسي، بس ممكن تحتوي على كابسيد وبهي الحاله بنسميها ساتلايت، اذا ما كان فيها كابسيد فبصير اسمها فيروسويد. هلا هدول الساتلايت بنلاقيهم بيعملوا انفكشنز للبلانت كثير، بس الاكزامبل اللي عليهم بالنسبه للهيومنز ويمكن الاكزامبل الوحيد هو الهيباتايتس دلتا فيروس. اوكي هدول الهيباتايتس دلتا فيروس بيتميزوا انهم بيجوا كو انفكشن او سوبر انفكشن. شو فكرة الكو انفكشن والسوبر انفكشن؟ هلا هذا الهيباتايتس دلتا فيروس هو حكينا احنا عن الهيباتايتسات في A B C D and E، هذا الدلتا بيتميز انه ما بيقدر يعمل انفكشن للخلية بايتس اون، يعني هو يجي لحاله ويفوت يعمل انفكشن للهيومن سيل ويعمل لنا هيباتايتس، لا لازم يكون داخل اما مع هيباتايتس بي او انه اوريدي هذا الشخص مصاب بهيباتايتس بي ويجي الهيباتايتس دي او دلتا يعمل له الانفكشن. ف اما بيجي على صوره كو انفكشن بمعنى انه الهيباتايتس بي والهيباتايتس دي اثنيناتهم بفوتوا بيعملوا انفكشن لهذا الحدا بنفس الوقت،
بيعطونا يعني هيك اكزيربيتنج للمانفستيشن تبعون الديزيز، وممكن يكون الموضوع كثير خطير ويعمل للحدا ايفن ليفر فيلير لما بيجوا التنين بيعملوا له انفكشن ات ذا سيم تايم. هذا شو بنسميه كو انفكشن. او ممكن لا يكون في عندي اوريدي هيباتايتس بي انفكشن، الهيباتايتس بي انفكشن سهل دخول الهيباتايتس دي انفكشن، فهذه الحاله بنسميها سوبر انفكشن. انا اوريدي عندي هيباتايتس بي واجى الهيباتايتس دي بعده فبنسميها سوبر انفكشن. بحاله السوبر انفكشن نوعا ما بيزيد لفتره المرض وبيخليه اذا كان اكيوت، هلا حكينا احنا الهيباتايتس بي كود بي اكيوت كود بي كرونيك، اذا كان اكيوت لا يخليه مور تو بي كرونيك، يعني يسوي لنا من البروجنوسيس تبعت الشخص، بدل ما انه خلص انصاب الهيباتايتس بي ويطلع الفيروس لا يصير الموضوع اسوء عنده ويتحول ل الكترونيك. فهذا بالنسبة للهيباتايتس دلتا هو المثال على الساتلايت سب فايرال ايجنتس اللي بيأثروا لنا على الهيومنز، اذر لا بيأثروا لنا على الكان. على الهيباتايتس دي او دلتا اجى سؤال هو انه مين هو الفيروس اللي بيحتاج الهيباتايتس بي عشان يعمل انفكشن، والجواب هيباتايتس دي. هلا بالنسبة للفايريويد، فالفايريويد هم اللي بيعملوا لنا انفكشن للبلانت، وهذا اجى سؤال اوكي انه اللي هي any statement true about viroid، وكانت الاجابه صحيحه it can او it cause infection to plants only. اوكي فطلع عليها potato spider tuber viroid، مش كثير مهم بس الفكره انه plants بيعملوا لنا infection عليهم. هلا هدول الفيريويد بتميزوا انهم nucleic acid only، اوكي nucleic acid only فقط جينوم. اوكي فشو الجينوم تبعهم؟ اذا they are encapsulated ما عليهم capsid، they are small circular single stranded RNA molecule replicate autonomously، موجوده فقط بالبلانت وتعمل infections البلانت، تعتمد على اكيد ال الفيروسات يعني او بتعتمد على الهوست سيل في انها تعمل عمليه الريبليكيشن، لا لها بروتين ولا لها ام ار ان اي. اوكي هاي خصائصها العامه. اذا بتلاحظوا بلشنا بالساتلايت انهم كانوا الكور تبعهم نيوكليك اسيد، ممكن يكونوا كابسوليتد او ممكن يكونوا انكابسوليتد. الفيريويد الكور تبعهم الجينيتك ماتيريال او نيوكليك اسيد بس ما عليهم كابسول. لما نيجي على البرايونز، البرايونز لا هم نيوكليك اسيد ولا هم كابسوليت ولا هم عليهم كابسيد. اوكي هنلاحظ انه ايفن داخل اجسامنا في عندنا من هدول البروتينات، بروتين عادي بيعمل فانكشن طبيعيه، لكن مثلا صار عليه ميوتيشن فتحول من الصوره الطبيعيه للصوره ايش؟ الميوتنت فورم. هاي الميوتنت فورم بتصير انفكشوس، تعمل لنا ديزيزز وحنحكي عنهم ان سكند. سو مثل ما حكينا الفيريويد سنجل ستراند جينوم ذا سمولست نون باثوجين افكتد بلانتس، وحكينا بيكون سيركلر برضه سنجل سمول سوري سنجل ستراندد ار ان اي وسيركلر. نيجي على البرايونز، البرايونز حكينا انفكشوس بارتيكلز ذات ار انتايرلي بروتين، هو بروتينات حكينا هذا البروتين صار عليه ديفكت، يا صار عليه ديفكت وهو اوريدي اندوجينوس يعني جوا الجسم صار عليه ميوتيشن، او انا اخذت اوريدي ديفكتيف بروتين اللي اسمه برايون من انيمال وصار ان تاتش مع بروتينات اللي هو بيشبهه اللي بجسمنا فحولهم الى ديفكتيف او انفكشوس فورم. حكينا ما فيه نيوكليوس ما فيه كابسيد، هايلي هيت ريزيستنس، وعاده بيعمل لنا ديزيزز بالانيمال، هاي ديزيز بتكون ايش مالها على النيرفس سيستم، وبرضه بيعمل لنا ديزيز خاصه بالهيومنز. امثله عليه البوفس كونجيفورمس انسفالاتس بي اس اي او الماد كاو ديزيز، فينا السكريبي ان شيبس طبعا هذا بيعمل انفكشن للكاتلز البي اس اي، فينا بالهيومنز الكورو، وفينا الكلاتسبرج جايكوب ديزيز، هدول بالنسبه للهيومنز. هلا البوف هذا البوفس كونجيفورمس و سكريبي هدول خاصين بالانيمالز، وبالنسبه للكورو والكلاتسبرج هدول عليهم خاصين بالهيومن. اوكي حكينا الفيريويد، فيريويد بالنسبه لطول حكينا هم the smallest one من 200 الى 400 نيوكليوتايد، circular single stranded RNA road like structure، ما لهم لا capsid ولا envelope، حكينا خاصين بالبلانتس بيعملوا plant diseases obligate intracellular vessels زيهم زي الفيروسز. ان شاء الله المعلومات اللي كثير مهمه. هاي examples على plants بصير لهم infection عن طريق الفيريويد. هلا نحكي عن البرايونز بتفاصيل اكبر. هلا مثل ما حكينا انه هدول البرايونز هم عباره عن single protein، هذا single protein يعني they think انه هو infectious، هاي كانت
الثيري تبعت البرايونز ما فيهم نيوكليك اسيد مثل ما حكينا. هلا كان في يعني هيك زي كونفيوجن بالنسبه لهم انه كيف البروتين بيعمل لنا انفكشن، وانه هم اوريدي يعني شافوا انه هذا البروتين بيكون موجود ك يعني الجين تبع هذا البروتين موجود بالنورمال هيومن جينوم او بالنورمال مثلا كتل جينوم تبعته، اوكي اللي هو الان افكتد موجود فيهم. فكانوا مش قادرين يفهموا الفكره لحد ما طلعوا بالثيوري تبعت انه هو عباره عن نورمال بروتين موجود داخل جسم هذا المايكرو اورجانيزم، او سوري موجود داخل جسم الهيومن او موجود داخل جسم الحيوان الانيمال، صار تعرض مثلا لميوتيشن او تعرض لاي افكت عملته ديفكتيف، وهلا حنشوف كيف بالضبط الديفكتيف، فصار مش بالصوره الطبيعيه المفروض يكون عليها. هلا هذا من ناحيه انه كيف صار هاي العمليه. فكره الانفكشنز من هون اجت انه مثل ما حكينا when it's come in touch مع normal protein بتحوله الى صوره بتشبهه زي كانه بيعمل انفكشنز للبروتين. هلا هاي الانفكشنز بروتين لما بيجي يعمل ديفكت على مستوى كل هدول البروتينات الموجوده، ولما بيعمل لنا اجريجيتس وبكونوا انسوليبل، فبتظهر عندنا هاي الاعراض، وخصوصا على السي ان اس، انها امراض خاصه بالسي ان اس. حكينا انه امثله عليها بالهيومن كراتسفيلد جيكوب ديزيز، وحكينا عن الكورو، بينما اللي خاصين بالانيمالز حنحكي عن كثير هم كثير، بس بيهمنا سكريبي بالشيبس والبوفن سبونج فورم انسيفالوباثي اللي موجود بالكاتلز. هلا سو البرايونز اصلا من وين جابوا اسمه، هذا نفس الحكي من وين جابوا اسمهم برايونز، هو عباره عن بروتينشوس انفكشوس بارتيكل، they are analog for virion بيشبه كثير الفيروسات بنواحي معينه. هلا مثل ما حكينا انه هذا النوع من الانفكشوس ايجنت ما فيهم جينيتيك ماتيريال، ما فيهم نيوكليك اسيد. سو لحتى نوضح اكثر فكره الاندوجينوس والاكزوجينوس، هلا الاندوجينوس معناها انه هذا البرايون اوريدي حكينا جزء من الاستركشر تبعه صار عليه ديفكت اعطانا ديزيز. اكزوجينوس لا، انا اخذته من مصدر خارجي، بمعنى انه كان مثلا بالانيمال صار ميوتيشن على الانيمال، ظهر عندهم هذا البرايون، احنا اكلنا مثلا اللحمه تبعت هذا الانيمال، اكلنا اللحمه تبعت هذا الكتل، فانتقل لنا المرض وصار عندنا اياه، اوكي الاكزوجينوس. اوكي هلا بالنسبه للبرايونز اللي بيهمونا طبعا اكيد اللي اربع انواع اللي تحت اللي بيصيبوا الهيومنز، بيهمنا كمان يعني حكينا عن السكريبيز بياثر على الشيبس، حكينا عن البي اس سي البوفيس اللي هي البوفيان سبونج فورم انسيفالوباثي بياثر على الكتلز، بيهمنا كمان التي اللي هو ترانسميسبل مينك انسيفالوباثي هذا بيهمنا كهيومنز. سو هلا نيجي من تحت لفوق، من تحت لفوق في عندنا فيتال فاميليال انسوميا اف اف اي، هذا عباره عن برايون هو اوريدي موجود اندوجينس، يعني يكون اوريدي موجود كبروتين داخل الجسم، ما صار عليه مثلا ميوتيشن او مشكله معينه، فظهر عندنا ديزيز. بما انه فاميليال هو توقع انه شو يصير في عندنا؟ يصير في عندنا انتقال من جيل لجيل، هو ميوتيشن اللي بتنتقل، اوكي؟ فبلاقي انه هذا يعني عامل كلاسترز بعوائل معينه. في عندنا كمان الجراسنس لاوسلر شرينكر سيندروم، هلا هذا ستراوسلر شو ماله؟ نفس الفكره، هيومن واونلي هيومن، مصدر اندوجينس ناتج عن ديفكت صار على البروتينز اللي اوريدي موجودين بجسمنا، فعملت لنا ميوتيشن، صارت برضه نفس الفكره تنتقل من جيل لجيل. هلا فينا الكروكسفيلد جيكوب ديزيز، هذا الجيكوب ديزيز كانوا يفكروه بالبدايه انه هو فقط اندوجينس، صار لنا ميوتيشن على على بروتين معين فظهر عندنا هذا المرض. بنلاحظ انه هلا كمان شو رح نحكي عنه، سبورادك ما بيعمل لنا الفاميليا كيسز، وما في له اي اكزوجينوس سورس. بالنسبه للكورو، الكورو هو مصدر فقط خارجي اكزوجينوس، بيجينا عن طريق الكانابوليزم. سو هدول البرايون ديزيزز حكينا هم النيورو ديجنريتيف ديسوردرز، يعني بياثروا على النيرفس سيستم، بيدمروا للنيرفس سيستم، وممكن يكونوا كثير فيتال. كيسز طبعا كثير قليله، بنقول 1 بيرسون بير مليون تصير لنا كيس منها. هلا بنلاحظهم على ثلاث اشكال، الاولى سبورادك، سبورادك هي 85% من الكيسز، الحاله الثانيه فاميليال، يعني بده يكون على مستوى عوائل معينه او اشخاص معينين بظهر عندهم هذا المرض وبينقل من جيل لجيل، وبشكل 15%، وفي عندنا الكاس بالنسبه اللي هي حالات قليله. اذا بالنسبه للسبورادك، فالسبورادك بنلاحظ انه الفكره في انه في عندنا ميوتيشن تظهر على الشخص باعمار كثير كبيره 6 او 7 ديكاي،
6 او 7 بكاي، يعني في اعمار كثير كبيره، فعشان هيك ما اعتبرته من ضمن الفاميليا، مع انه الفاميليا برضه بتكون الفكره فيها ميوتيشن، هو الفكره فيها انه ميوتيشن، بس خلص البني ادم بيموت وما نقلها لنسله، لانه ظهرت عنده على عمر كثير كبيره، على اعمار كثير كبيره، عادي ممكن يكون اي سبب عمل لنا ميوتيشن، تظهر بحالات سبورادك يعني متفرقه، مش بمنطقه معينه ولا ضمن عائله معينه، عادي يعني اي حدا ممكن يكون عرضه لها. وثار عليها الكراتسفيل جيكوب ديزيز، بتكون بهذه الصوره بصوره سبورادك. بالنسبه للفاميليال او الانهيرتد، فكرة فيها انه ميوتيشن بتكون عند مثلا الام او الاب، وبتصير تنتقل لابنائهم، يعني هم بينقلوا الجينوم، الجينوم اوريدي ديفكتيف او ميوتنت، فبتصير تنتقل لهم. هلا هذا الديفكتيف جينوم بده يصير يعطينا البي ار بي، بنسميها بي ار بي سي سي لانه جاي من السيلولر، يعني من الشخص نفسه، الجورجينال سورس، من الشخص نفسه بلش ينقل لنا اياها. هلا هم اثنين اللي مثال على الفاميليا، حكينا بالاف اف اي فاميليا اللي هي الفيتال فاميليا انسوميا، والجراتمان سلاوسر شخينجر سندروم برضه بنلاقيها فاميليا. الحاله الثالثه هي الترانسميسبل، ترانسميسبل مصدرها اكزوجينوس رير تو اكر، بنشوفها بالكورو، والكورو حكيناها لا قبائل معينة بأفريقيا سببها الكانابوليزم، برضه ريسنتلي وجدوا إنه نوع من الـ PSE، أوكي؟ الـ PSE خصوصاً الـ Transmissible، Transmissible بتروح بتعمل لنا بتنتقل للهيومنز، خصوصاً كانوا بيوروب after ingestion للـ Beef اللي كان عندها PSE، وبتعطيهم variant من الـ Jacob disease بنسميها BCGD، أوكي؟ سو هلا هذا الترانسميسبل سبونجي فورم انسيفالوباثي تي اس اي او البرايون ديزيز، هذا التي اس اي الفكره فيها انه عباره عن انتقاله من الانيمالز للانسان، وبالانسان صار في عندنا انتاكت مع او كونتاكت مع نورمال بروتين، حوله الى برايون وصار عندنا يظهر الفي في جيكوب ديزيز. هلا بدنا نعرف انه هذا الديزيز بيعمل انفكشن للبرين للنيرفس سيستم، حكينا بوت بالهيومنز وبالانيمالز، والترانسميشن بيكون عن طريق البرايونز. هلا بدنا نعرف انه الباثولوجي لما طلع عليها من ناحيه باثولوجي شو بنلاقي؟ بنلاقي اول شيء الفاكيولار ديجنريشن، هيك بتلاقي الدماغ هيك كله مثل الحفر او مناطق فاضيه، فبيعمل لها فاكيولار ديجنريشن، النيورونال لوس، astrocytosis ارتفاع نسبة الاستروسايت موجودين بالبرين بما الماكروفاج طبعا، and amyloid plaque formation تراكم الاميلويد توكسيك ليفل بتاثر لنا على كثير من الفانكشناليتي تبعت الخلايا. كلينيكالي هلا بتلاحظ انه هذا الشخص فقد الموتور فانكشن، صار في عنده شيء اسمه lack of coordination عدم تناسق بالحركه، التاكسيا واللي هي معناها الترنح، involuntary jerking movement، هذول اهم شغلات اللي هم lack of coordination، ataxia و jerking movement او الرجة. بلاحظ انه في عنده personality changes، depression، insomnia، confusion، memory problem، dementia اللي هي الخبل، و maybe progress to tonic paralysis و even death. اذا هو مرض كثير خطير بيؤدي ممكن الى الدف. هلا بالنسبه للديفينيتيف دايجنوستس له بتعتمد على انك تاخذ بايوبسي من البرين، بايوبسي يعني زي خزعه من البرين تشو، ثم تعمل ستادينج هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، وتعمل اميونو ستيننج، تعتمد على الكلينيكال فيتشرز ممكن، وتحدد شو او تدور على البي ار بي اس سي، اذا لقيناه فخلص هيك بتتم عمليه التشخيص. اذا عمليه التشخيص بتكون عن طريق الهيستو pathological examination. هلا اجى على التي اس اي اكثر من سؤال من الاسئله اللي اجت، which of these diseases caused by prion does not affect a human، اللي ما بتاثر على human اذا كان طبعا حسب شو الخيارات اللي جايبنا اياهم. اوكي فمثلا لو كان جايبنا اف اف اي او كورو او مثلا transmissible سبونجي فورم انسفالوباثي، او مثلا جايب لنا الجي اس اس او غيرهم، فاكيد مش حيكون هدول خيارات، دور خيارات ثانيه. بس لو جاب لنا اياهم وكلياتهم اشياء بتاثر على الهيومن زي الكورو والاف اف اي، وجاب لنا كمان الجاتسمن، او جاب لنا كمان الكروسفيلد، هدول كلياتهم يعني جاب لنا اياهم وجاب لنا البي بي اس اي، فبختار بي اس اي. تمام البي SE. نرجع لل TSE، بدنا نعرف عن TSE انها لها خصائص معينة، اول شغلة انه no cure، ما في اي immunological response، ما بتحفز لنا الاميون سيستم، فبالتالي ما حيكون في عندنا inflammation،
الريكوجنيشن بتكون عن طريق تشوف المانيفستيشنز اكيد تبعون الديزيز او الكلينيكال ساينز تبعون الديزيز. ممكن نعمل له هيستوباثولوجيكال ستدي، ناخذ بايوبسي من البرين، اكزامينيشن عن طريق الهيستوباثولوجي، ونلاقي شو هي المشكله وين شخص. طبعا احنا بندور على البي ار بي اس اي اللي هو تبع التي اس اي اللي المفروض يكون موجود داخل هذا الشخص المريض. هلا اجى سؤال برضه هون انه all are true about مثلا برينز اكسبت، تكون الفكره بالتحت بيحكي لك عن الهيستوباثولوجيكال، او العكس كلياتهم غلط ما عدا مين صح، انه يكون حكي لنا مثلا اللي هي الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن هي الديفينيتيف دايجنوسيس، بالاضافه الى انه ممكن نعتمد على الفاكيولار ديجنريشن والنيورون لوس وهي القصص بعمليه التشخيص. هلا شو هي التغيرات اللي بتصير على هدول البروتينات بحيث انها تحولهم من نورمال الى ديفكتيف؟ هدول التغيرات اللي بتصير عليهم بتكون conformational change صارت على السكندري ستركتشر تبع البروتين. هلا احنا عارفين انه البروتينات بيكون لهم اربع اشكال، برايمري سكندري تيرشري وكوارتيرنري. برايمري هو عباره عن مجموعه من الامينو اسيد بس اللي صافين جنب بعضهم البعض، اوكي، ومعطينا هيك زي مسبحه فيها كثير امينو اسيد جنب بعضهم. ليتر اون بده يصير فينا عمليات فولدنج على هدول الامينو اسيد بحيث انهم يعطونا السكندري ستركتشر اللي ايذر ان الفا هيليكس او بيتا شيتس، وبالعاده بيكون الكومباينيشن من الاثنين. هلا مشكلة البرايونز، الفكرة فيهم انه لما بتجيب هذا الانفكشنز بروتين او البرايون ان كونتاكت مع النورمال بروتين او اللي هو الستركشرال بروتين او النون ستركشر بروتين وات ايفر، بيجي بيعمل ان كونتاكت معه، شو بده يصير؟ بده يتحول عندنا هذا النورمال بروتين الى اب نورمال بروتين او بنسميها مس فولدد او ديزيز فورم. الفكرة فيها انه هذا المس فولدد او الديزيز فورم بتحول من الفا هيليكس لبيتا شيت. هدول البيتا شيتس لما اجوا اعطوه خصائص يعطوه هدول البيتا شيت اعطوه توكسيك افكت، هدول البيتا شيتس خلوه اكثر رضا انه يلزق مع اللي جنبه مع اللي جنبه مع اللي جنبه، وبالتالي عملنا اجريجيت وبيكونوا انسوليبل اجريجيت. بالاضافه لما حولته لبيتا شيت انا فقدت الفانكشناليتي تبعته فصار ديفكتيف او نون فانكشنال. نيجي نحكي على خصائص البي ار بي سي والبي ار بي اس سي والمقارنه بينهم. حكينا السي هو عباره عن النورمال بروتين موجود باجسامنا، و C represents cellular. هلا بالنسبة للستركتشر تبعها ف الدوميننت ستركتشر بال PSC اللي هو الالفا هيليك. هلا تتميز ال PRPC انها ايش مالها؟ easily soluble، soluble لانها مش عاملة aggregates، بتكون على شكل monomeric and easily digested by proteases. monomeric نفس الشيء لانها بتكون soluble مش عاملة aggregates، easily to be digested by proteases لانه هاي البروتيزز فيها تشتغل عليها لانه حجمها صغير، اوكي، فبالتالي بتشتغل عليها البروتيزز افضل من لو كانت على شكل اجريجيت. و اخر معلومه برضه مش مهمه بالنسبه للبي ار اس سي، فاس سي هي جاي من سكريبيز واللي هي الاب نورمال فورم او ديزيز فورم. بنعرف انه الامينو اسيد هم لكن الفكره فيها تغير الكونفورميشنال تشينج تبع او سكندري ستركتشر او سكندري ستركتشر او سكندري شيب تبع هذا المايكرو اورجانيزم من الفا هيليكس لبيتا شيت. عشان صاروا بيتا شيت فبصيروا انسوليبل، بدهم يصيروا مالتي ميريكك على شكل اجريجيت. و البي اي بي اس سي حكيناهم الاليه او الفكره فيها انه الريبليكيشن تبعها when it's coming contact مع البي اي بي اس بتحولها من اس اوكي الى سي، وبالتالي بصير في عندنا الديزيز فورم. هلا هاي الصوره بتوضح لنا الفرق ما بينهم. هيها البري بي سي بدها تكون عباره عن الفا هيليكس بري دومينانت، هي هون الفا هيليكس الفا هيليكس الفا هيليكس، وبيناتهم بده يكون في عندنا هيك شويه بيتا شيت. بينما الاس سي تحولت من الفا هيليكس الى بيتا شيت واللي هي 40% صارت بيتا شيت، الفا هيليكس 30%، فصار البيتا هيليكس هي البري دومينانت. بالنسبه للريبليكيشن لهم حكيناهم الريبليكيشن بتعتمد على انه يجي هذا البي ار بي اس سي ان كونتاكت مع البي ار بي سي. إذا إجوا اثنين in contact with each other فال PRPC تتحول لل PRPSC. ال PRPSC القديم مع الجديد اللي تكون بيعملوا لنا aggregates، ومرة ثانية بيرجعوا دول aggregates بيشتغلوا على PRPC ثاني، وبتستمر هاي العملية لحد ما بالنهاية يصير في عندنا aggregates لكمية كبيرة من ال PRPSC ويصير في عندنا manifestations تبعون الديزيز. So the prions آخر summary إلها إنهم هم عبارة عن proteins، هدول البروتينز بيحتوى على انفورميشن، وهدول الانفورميشن عادة بتشتغل على السنترال نيرفس سيستم
الفكرة فيهم انه ممكن يكونوا endogenous normal طبيعيين تعرضوا لميوتيشن، فصار في عندنا ظهور ال PR PSC، او ممكن انه ال PR PSC اخذناه من animal اجى in contact مع ال PR PSC اللي بالـ humans عمل لنا insoluble aggregates resist to digestion لانه بتعمل resistance للبروتيزز فظهر عندنا المرض. مهم نعرف عن هدول البرايونز انهم شو مالهم، انهم بيكونوا الدث تبعهم عن طريق الابوبتوسس، يعني ما حيعملوا لنا انفلاميشن ولا حيحفزوا لنا الاميون سيستم، حكينا ار نوت كيورابل. هيك بنكون خلصنا ان شاء الله كل الاشياء المهمه واللي بتحتاجوها بهاي الليكتشر. هلا الكم سلايد اللي ضلوا عباره عن بريفيجنز اللي بتستخدموهم لتمييز بين الدي ان اي والار ان اي فيروسز. اول اكسبشن حكينا عنه انه كل الدي ان اي فيروس ار ايكوزاهيدرال اكسبت البوكس فيروس. البوكس فيروس كان كومبلكس، وكان الاكسبشن الثاني انه بياخذ الانفلوب تبعه من البولج اللي هو طالع منها. الشغله الثانيه انه اول دي ان اي فيروس ار دبل ستراندد ار ان اي، اول دي ان اي فيروس ار دبل ستراندد اكسبت البارفو فيروس، هاي هي الاكسبشن تبعت البارفو فيروس. بالاضافه لهي الاكسبشن انه replicates in the cytoplasm. All RNA virus are single stranded except rotavirus. Rotavirus اللي حكينا عنها انها segmented، فيها 11 segment. RNA virus double stranded was the most common cause of gastroenteritis in infants. All RNA viruses replicate in the nucleus except HIV والانفلونزا. All enveloped viruses get their enveloped من cell membrane except البوكس من الجولجي والهيربس من النيوكليير ميبرين. جينا على السيجمنتس حكينا فيها ان الانفلونزا 8 والروت 11. جينا على الدي ان اي حكينا كل دي ان اي هو ايكوزاهيدرا طبعا اكسبت البوكس، ويوجوالي بده يكون التو اتشز بدهم يكونوا انفلوبد، وال1 اند 3 بيس بدهم يكونوا نيكد. حكينا الار ان اي يوجوالي هيليكال 90% منهم بدهم يكونوا مغطيين بانفلوب. هيك بنكون خلصنا على الاخر الليكتشر الاولى، ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا وبالتوفيق بامتحانكم.